العنوان الطريق إلى أن تصبح مدير مشروع دولي. رود ماب تو بي ان انترناشونال بروجكت مانجر. الحقيقه بنشكر الباشمهندس عمر، بنشكر كل من يعمل ويدير في بيم عربيه. الحقيقه شباب ممتاز ويعني مجتهد جدا ورائع ومتميز جدا. وبنشكر الله سبحانه وتعالى قبل كل حاجه. وان شاء الله اللقاء بتاعنا النهارده في التحفيز واداره الذات. Motivation and Self Management. وده موضوع من الموضوعات الهامه جدا لاداره المشروعات. و الحقيقه يعني المحاضره دي من ضمن علم اسمه الاورجانيزيشن بيهيفير اللي هو السلوك التنظيمي. علم السلوك التنظيمي ده هنلاقي فيه حاجات هامه جدا هامه جدا جدا. السلوك التنظيمي ده يعني احنا بنعمل ايه في يعني لما بنبقى جوه تنظيم معين، بدايه من مشروع ثم بشركه ثم بمؤسسه ثم بوزاره ثم باي حاجه خالص. يعني لازم في سلوك تنظيمي، وعلاقه الواحد في داخل اي تنظيم علاقته مع نفسه الاول، وبعدين مع الافراد اللي حواليه، وبعدين مع المكان اللي هو فيه او مع التيم اللي هو فيه او مع المشروع اللي هو فيه. واللقاء ده الحقيقه رقم 14. اللقاءات اللي فاتت اتكلمنا فيها عن اول حاجه، في اول لقاءين اتكلمنا عن الشهادات الدوليه اللي هي البي ام بي والبرنس 2 والاي بي ام اي. ثم اتكلمنا عن الاسباب الواقعيه للتعاصر مع الشركه واساليب حلها، وبعدين الاتصالات في اداره المشروعات. الاتصالات دي احد الموضوعات الهامه او هي الاساس في علوم السلوك التنظيمي اللي هو مهم جدا. وده ان شاء الله يعني بنحاول ان احنا نحط في كل حاجه، يعني نحط كل العناصر في العلم ده لانه مهم مهم جدا. واي حد بيعمل ماستر بيعمل بي اتش دي بيعمل اي شهاده دوليه في اداره المشروعات لازم تبقى عنده. المهم احنا اتكلمنا عن في الاول خالص عن المدير المشروع الدولي ايه المقدرات اللي لازم تبقى عنده وموجوده في تاني لقاء وموجوده على الفيسبوك في القناه بتاعتي. طيب بعد كده اتكلمنا على نطاق العمل في مكتب اداره المشروعات، بعد كده على التيم بيلدينج والليدر شيب، بعد كده اتكلمنا على البروجكت انفايرمنت اللي بيئه المشروع الاطراف المتداخله والستيك هولدرز، بعد كده نظام اداره الجوده، بعد كده اتكلمنا على اداره الوقت والموارد، بعد كده تخطيط عناصر الموقع العام للمشروع، وبعدين اداره الصراعات والضغوط. وده برضو احد الموضوعات اللي هي في ايه في في في, في علم بنتكلم عليه اللي هو ايه الاورجنايزيشن بيهيفير اللي هو. طيب بعد كده اتكلمنا على كوست مانجمنت والاست ابلكيشن فور ديفرنت بروجكتس، عملنا عليه لقاءين. النهارده اللقاء بتاعنا موتيفيشن اند سيلف مانجمنت. الاجنده بتاعت النهارده عباره عن مفهوم الدافعيه والتحفيز. يعني ايه موتيفيشن؟ يعني ايه سيلف يعني ايه تحفيز؟ يعني ايه دافعيه ولا يعني ايه تحفيز؟ ودي نظريه الحاجات الدافعيه لماسلوف، وبعدين نظريه الديفير الوجود والارتباط والنمو، بعدين نظريه العوامل الصحيه والعوامل الدافعه لهيرسبرج، بعدين نتكلم على اساليب وطرق التحفيز واثاره الدافعيه في التطبيق العملي، بعد كده في الاخر هنتكلم على ايه اداره الذات اللي هي السيلف مانجمنت. الحقيقه موضوعات اداره المشروعات موضوعات بسيطه جدا
ويعني ايه وسهله يعني، مش موضوع صعب وجميله جدا. ف انا رايي ان اللي بيحضروا معانا يحاولوا يدخلوا يشوفوا، وما حضروش يعني الحاجات اللي فاتت يدخلوا يشوفوها، خصوصا ان ابننا المهندس الجميل المهندس محمود معتز قسمها لفيديوهات صغيره يعني، يعني لو كل يوم ربع ساعه ماكسيموم نص ساعه، لو تقدر تدخل وتقدر انت تعرف بالظبط ايه الموضوع يعني، او ايه الموضوع ده، الكتابه كلها مرتبطه ببعضها يعني. احنا لما بنتكلم على اي موضوع دلوقتي احنا استعرضناه بالاسم او بمقاطعات مرتبطه بالنسبه له في اللقاءات اللي فاتت. انما ما حدش يقلق يعني، ممكن تحضر الكلام كله لان هي موضوعات مرتبطه ببعضها وسهله انك تعرف موضوع قبل الثاني وقبل الثالث، ما هيش مشكله خالص، مش مشكله. فاللي بيكمل معانا واللي بيشتغل معانا واللي لسه بادئ النهارده معانا برضه يقدر بمنتهى السهوله واليسر ان هو يدخل على اليوتيوب. اليوتيوب يا اما عليه المحاضره كلها على بعضها، بس انا بفضل طبعا ان كل واحد يدخل على المحاضرات اللي متقسمه. بنشكر ابننا محمود معتز الحقيقه على ان هو يعني قسمها لي بهذا الشكل، وبقت يعني ايه افيلابل موجوده لاي حد. فانا يعني ايه بقترح يعني ايه اللي ما دخلش هناك يدخل وينشرها، انشرها في كل مكان. حابب تقول بنساهم في نشر العلم وبناخد ثوابه، وباذن الله يعني كل حاجه ان شاء الله نصل جميعا للمستوى المرجو، وان احنا نبقى يعني ايه نعرف يعني ايه ندير مشروع دولي. وطبعا مدير مشروع دولي ما يعنيش ان انت ما تديرش مشروع محلي، المشروع المحلي بقى اسمه مشروع دولي. بس انا بقول مدير مشروع دولي اللي احنا سميناها كده ليه؟ لان احنا في قصه كده انا قلتها من زمان قوي، ان انا في مشروع مره في دوله عربيه، كان مشروع كبير قوي، وبعدين كنت واخد سلمت المشروع من واحد مدير قبليه. فالراجل بقى مدير الشركه او رئيس مجلس اداره الشركه بدا يجيب لي مهندسين مصريين 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 مصريين. ف يعني انا بحب شخصيا وصراحه اتكلمت في اللقاءات اللي فاتت ان التغيير الناشوناليزز يعني لازم يبقى عندك اللي عندك في المشروع، ما تبقى بتدير مشروع في اوبن انفايرمنت يعني في مشروع دولي في اي حته في العالم يعني، مش في مصر بس او الدول العربيه، ان التشكيله اللي عندك بتقويك يعني، عندك مصريين وفلسطينيين ولبنانيين وانجليز وباكستانيين واوروبيين، بيبقوا التيم بتاعك يعني من جنسيات مختلفه ومن اديان مختلفه ومن اراء مختلفه، ده بيثري عمليه الاداره وبيخلي المشروع يمشي كويس. الشاهد انا قلت للراجل يعني ايه فجاه كده مهندسين مصريين، لقيته بيستغرب بيقول لي ليه؟ ده انا المهندس المصري ده من احسن الناس اللي عندي، وده من احسن الناس اللي في العالم. فانا قعدت فكرت الكلمه دي يعني ايه اثرت فيا قوي. ليه المهندس المصري؟ فعلا انا لا اجامل المهندس المصري او المهندس العربي يعني. لا اجامل ان هو فعلا من احسن المهندسين اللي في العالم. ومن احسن المديرين اللي ممكن يديروا في العالم، بس ناقصه ايه؟ قلت الموضوع ده قبل كده كذا مره ما دام بقوله عشان الناس اللي ما سمعتش كلامه تسمعه. ناقصه اول حاجه عشان يبقى انترناشونال وياخد حقوقه والناس هي اللي تجري وراه وما يجريش ورا حد. اول حاجه اللانجوج. ثلاث حاجات سهله جدا، ثلاث مفيش غيرها. اول حاجه الانجليش بتاعه هو يبقى بيرفكت. يعني as much as it's perfect as much you will be a يعني a professional in project management. يعني يعني انا ممكن يبقى معايا اقصى على الشهادات، مش عايز اسمي حاجه معينه مثلا ماجستير دكتوراه زي ما نقول، لكن الانجلش بتاعي تعبان، ما اقدرش ان انا ايه يعني افرض نفسي او ان انا اقدر ان انا يعني
يعني لا يعيبني لا يعيبني لا يعيبني، انا بقول الانجلش، يعني الانجلش هو النهارده اللغه اللي سائده في العالم كله، من شرقها لغربها لشمالها لجنوبها. ولما بقول احنا العرب كان بتدير العالم كله مده 700 سنه باللغه العربيه، وكان لها لغه عربيه، ده اللي هو يعني ايه اللي هو العالم اللي هو اللي عايز. فاول حاجه ايه اللانجوج، الانجلش. تاني حاجه ان انت بعد بتبتدي مهندس او بتبتدي محاسب او بتبتدي صيدلي او بتبتدي طبيب، بتبتدي اي تخصص، وبعد 3 4 سنين هتبقى اسمك مدير حاجه، مدير موقع، رئيس قسم في شركه، كنت محاسب، رئيس قسم في مستشفى. فلازم تبقى عارف يعني ايه اداره. فبعد 4 5 سنين لازم تبقى عارف يعني ايه اداره، وفعلا نص اداره. هنا يبتدي بقى دور اللي احنا بنعمله دلوقتي، انك لازم تعرف يعني ايه اداره وتتفهمها وتعرفها. ودي موضوع تاني غير التكنيكال، يعني غير الفني. يعني انا ابقى انا طبيب معايا دكتوراه في الطب، بس لازم اتعلم يعني ايه اداره. يعني انا مهندس انشائي، ماجستير في المباني العاليه، بي اتش دي في اداره المشروعات. وكل يوم بنتعلم، كل يوم بنتعلم. خلاص. الموضوع الثالث بقى اللي هو اهم موضوع فيهم، اللي هي الكونتينوس امبروفمنت، ان انت لازم طول ما انت ماشي في حياتك تتعلم تتعلم، لان العلوم بتتقدم. زمان كنا بنقول ان زمان قوي اللي عدى عليه شهر ما يقراش في مجاله اللي هو بيعمله، بيخرج بره الاريا، بره السوق، بره النولج، بره المهنه بتاعته. انما دلوقتي السرعه اللي ماشيه بيها المعلومات واللي ماشي بيها التطور العلمي والتكنولوجي يخليك لازم تبقى اون ديلي بيزنس بتقرا وبتدور وتعلي في مستواك. وفي نفس الوقت لا تغتر لا بعلم ولا بسلطه ولا بفلوس ولا باي حاجه، ما تغترش باي حاجه وقوي نفسك وطور نفسك في كل مجالات العلوم. دول كلمتين بحب اقولهم كل كده كل كام لقاء، عشان افكر الناس احنا بنعمل ايه او بنشتغل ايه هدفنا. يعني هدفنا ان المهندس او المدير المشروع المصري او العربي ازاي يصل الى مرحله ان هو ما يجيش ورا حد، ان الناس اللي تعرفه هي اللي تجري وراه تدور عليه. ف الموضوع بتاع النهارده احنا قلنا هو جزء من ايه؟ من السلوك التنظيمي، الاورجنايزيشن بيهيفير. الاورجنايزيشن بيهيفير ده علم وعلم قديم. حبيت ان انا النهارده اقول لحضراتكم احنا اخذنا منه ايه؟ هو طبعا ده مش العلم كله، يعني ده جزء منه، ده اللي هو الاندرستاندينج اند مانجينج اورجنايزيشن بيهيفير. يعني الصفحه دي عباره عن يعني تفهم يعني ايه سلوك تنظيمي بسرعه جدا، وايه وازاي تدير الاورجنايزيشن بيهيفير. الاورجنايزيشن بيهيفير بقى اول حاجه فيها المانجينج بيبل اند اورجنايزيشنز، وده موضوع احنا اتكلمنا فيه. الموتيفيشن ده احنا ان شاء الله هنتكلم عليه النهارده. الورك ريليتد اتيتيودز احنا لسه ما اتكلمناش عليها، مش ابي اتكلم عليها في نقط بس بسيطه احنا شغالين، لكن ان شاء الله هيبقى في لقاء هنحط فيه الموضوع ده لوحده. يعني دي مجموعه الموضوعات الرئيسيه في علم السلوك التنظيمي اللي هو هام جدا. مفيش حد اسمها ياخد ام بي اي ولا ياخد دكتوراه ولا ياخد اي شهاده في اداره المشروعات الا لما يكون الا لما يكون دارس كويس قوي الاورجنايزيشن بيهيفير ساينس، وكتب كتير مراجعه كتير وجميله جدا وبسيطه جدا. طيب organizational communication and power، ده برضه اتكلمنا عليه على communications في لقاء في احد لقاءاتنا اللي فاتت. groups and teams in organization اتكلمنا على teams. leadership اتكلمنا عليها. pro social behavior cooperation conflict and stress ده برضه اتكلمنا عليه. فاضل لنا احنا اتكلمنا على يعني 6 موضوعات من 11، يعني عدينا 50%. وباذن الله تعالى باذن الله باذن الله يعني بقيه الحاجات ان شاء الله احنا ايه يعني وراها، بحيث ان احنا العلم ده نكون عرفناه وعرفناه ببساطه شديده. تقدر لو انت حبيت تعمل الام بي اي ماستر في الام بي اي في البروجكت مانجمنت هتلاقي العلم ده يعني اول علم بيقابلك.
وباذن الله ايه كل شيء مفيد. طيب اول حاجه، ماذا يقصد بالتحفيز والدفاعيه؟ يعني ايه تحفيز؟ يعني ايه دفاعيه؟ الدفاعيه دي موجوده داخل الانسان، والتحفيز هي العناصر اللي هنقولها، يعني هي القوة. بعض التعريفات الأكثر استخدام في تطبيق عمل التحفيز هي إيه؟ القوة اللي بتوجه السلوك وتقوي الاستجابة طالما اختار الفرد التصرف المعين وتمثل الإصرار على السلوك. يعني هيبان بعد كده في التفاصيل إيه يعني أنا بشتغل، أنا بشتغل أحسن ليه؟ بعمل بجود ليه في شغلي؟ بكبر ليه في الاوتبوت بتاعي، في الانتاج بتاعي؟ بحسن بايه بقى؟ ان انا ان المدير بتاعي مثلا بيعاملني كويس، هيعرف ايه الحكايه، بيديني حوافز، بيديني اضافات، بيعمل لي تامين، بيعمل حاجات باين بعد كده في الايه في السلايد اللي جايه. طيب نمره اثنين، التحفيز هي ايه؟ القوه التي تحرك وتدفع وتوجه الانشطه التي يمارسها الافراد في حياتهم اليوميه. التحفيز ده برضه يعني انت نفسك، ابنك لو انت بتربي ابنك مثلا بتقول مثلا اعمل حاجه فلانيه مثلا واجيب لك مثلا كذا، او هخرجك كذا، او هفسحك كذا، او هعمل لك كذا، دي ايه؟ عمليه الايه؟ التحفيز. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان كل واحد يعرف ان دي ده 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 بيهيفير، ده حاجه يوميه مش مرتبطه بمشروع معين، لا مشروع هندسي ولا غير هندسي. ان دي حاجات في حياتنا العامه وفي حياتنا لازم يكون فيه هذا اللي احنا بنعمله ده كله، كل اللقاءات على فكره. طيب هي القوه المسببه للسلوك ودفعه وتوجيهه نحو هدف معين واستمراره وتوقع او توقع او استمرار وتوقف. طيب يبقى احنا التحفيز هي ايه؟ القوه اللي بايه بتوجه السلوك وبتخليني ايه؟ نا 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 يعني نحسن ونجود ونتميز في شغلنا. طيب الدفاعيه بقى هي ايه؟ الدفاعيه دي اللي هي دي من جوه، دي جوه الانسان، الدفاعيه موجوده داخل الانسان. هي عباره عن ايه بقى؟ القوى المحركه للسلوك التنظيمي. يعني السلوك التنظيمي ده يعني دي القوى اللي هي من جوايا اللي بتدفعني ان انا مثلا ازاي اتعامل مع غيري؟ بتدفعني ان انا ازاي اتعامل مع نفسي الاول؟ يعني هتبان في الايه؟ في الاخر اللقاء ان شاء الله لما هنتكلم على الايه؟ على السيلف مانجمنت. مع زمايلي. طيب القوة الموجهة للسلوك التنظيمي نحو هدف معين. يعني القوة برضه بتخليني عندي هدف معين عايز احققه. انا عندي دافع ان انا عايز اخلص هذا الكلام. القوة المؤيدة لاستمرار او توقف السلوك التنظيمي. يعني هي اللي بتخلي السلوك التنظيمي بتاعي يستمر او اقف. يعني ما بقتش حد يقول لك ايه خلاص انا ما عنديش نفس بقى لاعمل حاجه الحاجه الفلانيه، او ما عنديش نفس ان انا مثلا اروح المكان الفلاني ده. يبقى انت عندك الايه؟ الدفاعيه اللي عندك وقفت. الدفاعيه اللي عندك وقفت بتخص بتبوظ الدنيا. احد المحددات الاساسيه لدى الفرد زي ما بنقول دلوقتي، يعني انت عندك دفاعيه ان انت بتنزل تروح الشغل الصبح، انت رايح مبسوط ورايح هتؤدي عمل كويس بشكل كويس ومبسوط منه، بتستمتع بشغلك. يعني انت الشغل ده مش 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 ما انت ما بتجيش ورا رزقك، انت بتستمتع بشغلك. يعني انت كل ما حبيت شغلك واستمتعت بيه هتلاقي انك بتجري تروح على الشغل عشان تشتغل وتنتج وتخدم الناس وتحقق ذاتك. فهو ايه؟ فالاداء بتاعك لما تبقى الدفاعيه عندك قويه وهتساعدك جدا ان انت يعني ايه بتشتغل برضا وبتشتغل بحاجه كويسه. طيب واحد المصادر الاساسيه للرضا زي ما بنقول دلوقتي عدم الرضا الوظيفي. يعني الدفاعيه اللي عندي هي اللي تخليني يا اما راضي عن شغلي او مش راضي عنه. طيب النظريات بقى الدفاعيه او التحفيز ايه بقى؟ اول نظريه واقدمهم اللي هي هو ده التدرج الهرمي للحاجات ماسلوف. هو انا بكتبه ماسلو وانت بتكتبه ماسلوف. المهم
النظريه دي عباره عن ايه؟ الدافعيه او التحفيز بترتبط بحاجات الفرد التي ترتيبها في تدرج هرمي يبدا بالحاجات الاساسيه وتنتهي بالحاجات ذات المحتوى الاعلى. هنشوفه في ايه؟ في سلايد بعد كده. تبتدي بحاجات الانسان، اقرب حاجات للانسان، يعني هناخد الحديث سلم عليه الصلاه والسلام. من بات ايه؟ امنا في ايه؟ في امنا في جسده كده، امنا في امنا في سربه ويملك قوت يومه حلت له الدنيا وما فيها، مش كده الحديث كده برضه؟ من بات امنا في سربه معافى في بدنه يملك قوت يومه قال ايه؟ حلت له الدنيا وما فيها. يعني لو عنده ثلاث حاجات دول، امنا في سربه معافى في بدنه ويملك قوت يومه، ان انت يومك اللي انت فيه ده عندك الثلاث حاجات الحلوين دول. انت امن؟ امنا في سربه، معافى في بدنه، سليم البدن، ما عندكش مرض ولا عندك حاجه هتوحشك من انك تعيش كويس. يعني وقوت يومها، عندك ايه؟ اكل يوم، عندك دول فقد عزت له الدنيا وما فيها. ودي حقيقه. طيب نظريه الدافعيه او التحفيز اللي بتاعت اسمه ايه؟ الدرفر. الدرفر للوجود والارتباط والنمو. النظريه دي قايمه تقريبا على نفس اللي قايمه عليه ماسلوف، لكن الدرفر قسمها لثلاث حاجات، ما قسمهاش لخمسه. ماسلوف اتكلم على ثلاث حاجات، خمس حاجات هنقولها دلوقتي، اللي هي الفسيولوجي وبعدين الامن وبعدين هنحل دلوقتي عمال يشرح وهنتكلم على الموضوع الايه؟ الهرم بتاع ماسلوف. هو الموضوع بسيط جدا وسهل جدا ويعني ما فيهوش اي كومبليكيشن خالص، بس هو عايز ايه؟ نمشي في الامور ايه واحده واحده. طب البيرفر قال ايه؟ صنف الحاجات الاساسيه لثلاث انواعات اساسيه تتشابه في المضمون مع الحاجات التي تشتمل على هرم ماسلوف. هو الحاجه الخاصه بالوجود والبقاء اللي هو الايه؟ اللي هو ايه؟ اللي هو معافى في بدنه، يعني انا موجود ومعافى في بدني. خلاص؟ مسار حاجه الارتباط امنا في سربه. هنا بقى زاد ايه؟ حاجه النمو. هيبقى دلوقتي هنا فادي الايه؟ ادي ماسلوف وادي ايه؟ البيرفر. طيب ماسلوف بقى بيقول ايه؟ ان حاجات الانسان بتبتدي بايه؟ بالفسيولوجيكال اللي هو انا اكلي شربي نومي حياتي كلها الحاجه الخاصه بجسمي وباحتياجاتي زي ما ربنا خلقنا بشر، احتياجات البشر الاساسيه فسيولوجي اللي هي خاصه بجسم الانسان. دي اول احتياج. الحاجه الثانيه الامان، يعني ما بقاش انا قاعد مثلا، طبعا هنتكلم انا واسرتي مثلا، ما بقاش احنا قاعدين مش في امان، يبقى لازم حاجه الامان دي ورا الايه؟ فسيولوجيا على طول. ما بقاش معرض ان انا كل يوم مثلا بيحصل لي حاجه، حد بيهجم عليا، عايش وسط سباع في وسط حيوانات، يعني الامن عموما، يعني الامان. طيب بعد كده البيلونجنز، دي اول ايه؟ حاجتين. الانتماء، انا هنتمي لايه؟ اسرتي طبعا، اسرتي دي بتاعتي، انا منتمي لاسرتي، وبعد كده بنتمي لمين؟ لقبيلتي اذا كانت قبيله او للحي اللي انا عايش فيه، ثم بعد كده ايه؟ المدينه بتاعتي، ثم بعد كده الايه؟ للبلد اللي انا فيها، ثم بعد كده ايه؟ في الاخر للانسانيه. وقبل الانسانيه في ايه؟ ديني. فانا ايه البيلونجنج؟ انا انتمائي لايه؟ انتمائاتي دوائر، ابتداء من الدائره الصغيره بتاعتنا اللي انا مثلا وبيتي واولادي وكده، وبعدين عائلتي مثلا، وبعدين الحي اللي انا فيه، وبعدين دوائر بتكبر 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 لما بتوصل ان انت ايه؟ للاقصى انتماء اللي هو الاكبر حاجه اللي هو الايه؟ الدين، ثم الانسانيه. بعد كده السيلف استيم اللي هو احترام الذات. يعني ان انا في وسط كل هذه الانتماءات انا يعني انا محترم نفسي والناس محترماني. طيب دي الايه؟ اللي هي المرحله الثانيه في الديرفر، وهنتكلم عليه دلوقتي معاها جماعه. في الاخر بقى في سيلف اكتواليزيشن اللي هو تمثيل الذات. السيلف اكتواليزيشن ده
ببقى انا كل ده موجود عندي. خلي بالني يعني، ما ينفعش لا ما ينفعش واحد يطلع على طول هنا. الاحتياجات بدي من الفسيولوجي، خش على الامان، خش على الانتماء، خش على الاحتمال، بعدين تمثيل الذات. وهنعرف الكلام دلوقتي برضه واحنا بنتكلم. تمثيل الذات ده بقى يعني مثلا زي ايه؟ الناس اللي بتتغنى قوي تقول ايه؟ انا والله انا لما اموت انا ثروتي كلها 90% مثلا من ثروتي هتتوزع على هيتعمل مشروع مثلا لرعايه الايتام. واحد يقول لك انا ثروتي هخليها مثلا لايه؟ لجائزه نوبل. انا اللي هو الايه؟ اللي هو الصدقه الجاريه يعني، يعني كلمه بصيغه يعني ايه شرعيه شويه، اللي هي الصدقه الجاريه بقى اللي هتفضل بعد كده. واحد هيبقى يعمل شبكه مثلا يعني ايه سلاسل مثلا بتاعت ملاجئ ايتام او ملاجئ عجزه او مساعده دول الفقيره او مؤسسات تعليميه مجانيه. ده سيلف اكتواليزيشن اللي هو بيعيش وبيكمل حتى بعد ايه؟ بعد ما الواحد يعني يعني ايه يعني الجزء المادي بتاعه وينتقل للعالم الاخر للاخره ان شاء الله. فالمهم الديرفر بقى عمل ايه؟ اخذ الاثنين دول وحطهم حاجه واحده وسماها الايه؟ الوجود او البقاء الاكزيستنس. وبعد الاكزيستنس الارتباط، يعني الاكزيستنس دي عباره عن الفسيولوجي والامان. ده الوجود يعني اقل حاجه لوجود الانسان تكون معاه ايه؟ الفسيولوجي والسيفتي. انا كوجدت خلاص. نبتدي نبص لايه بقى؟ احتياجاتي الارتباط، الانتماء بقى لفين؟ والسيلف استيم. وبعد كده ايه الجروث، المرحله اللي هي الخامسه هنا عند ماسلوف هي اللي عند الدورفر اللي هي الايه الجروث. فوفقا لنظريه الحاجات، الحاجات غير المشبعه عند الفرد هي التي تدفع سلوكه اي تحرك وبدو اشباعها، اي ان اشباع الحاجات هي القوه المحركه ويفعل السلوك التنظيمي. يعني انا دلوقتي علشان احافظ على جسمي واحافظ على وجودي واحافظ على امني، فهي سلوكي لو انا مثلا في كان الانسان الاول كان عشان احافظ على الامن كان بيعمل ايه؟ كان بينزل يصطاد، كان بيعمل يعني كوخ بتاعه او 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 او, أو السكن بتاعه اللي عايز سكنه يا اما فوق يعني حاجه بعيده عن جري الحيوانات او عن اي حد يهاجم عليه بالليل مثلا عشان الامن. فبيقول الحاجات الغير مشبعه يعني اللي ناقصه حاجه هي اللي بتدفع سلوكه انه ايه هيتوجه للاشباع. الاشباع الحاجات هي القوى المحركه والدفاع للسلوك التنظيمي. السلوك التنظيمي علشان يعني دي نظريه ماسلو ان هو الحاجة اللي ناقصاني أنا بدور عليها وبعملها وهي دي اللي بتحدد إيه؟ سلوكي، هي اللي بتحرك سلوكي وبتوجهه لإشباع هذه الحاجات اللي ناقصة. طيب النظرية الإيه؟ الثالثة اللي هي الهيرزبرج في نوعية من العوامل المرتبطة بالوظيفة. هيرزبرج بقى مش إيه؟ مش 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 قايمة على الحاجات الاساسيه. وهيرزبرج بيقول هما في حاجتين، في عوامل صحيه عشان ما تجينيش حاله من عدم الرضا. يعني لازم ابقى راضي اصلا، مش بقى ان انا اوفي الحاجات عشان ابقى راضي، لا ده لازم اصلا ابقى راضي. يبقى ايه عنده عوامل صحيه مطلوب دفورها حتى لا يكون هناك حالة عدم رضا، يعني لازم أصلا حالة الرضا تكون موجودة لازم. وده في عوامل إيه دافعة اللي هي إيه؟ إن لو ما توفرتش مش هيحصل لي يعني في حالة توفرها يمكن الحصول على حالة من الرضا ساتسفاكشن اللي هي بتزقني بتخليني يعني مفيش حاجة اسمها ديساتسفاكشن. يعني حالة ان انا ابقى ساتسفايد وبعدين في عوامل دفاع اللي هي بتخليني ايه حالة من الرضا الاكثر بقى حالة ساتسفاكشن. يعني حالتين بس اللي عندنا غير اللي هما الخمس حاجات بتاعت ماسلوف او اللي هما متقسمين على ثلاث حاجات مع مين؟
مع الدرس. طيب، نظرية المحتويات من العوامل بقى الهيرسبرج، بنلاحظ حاجة على العكس من نظريات الحاجات. نظرية هيرسبرج ترتكز على زيادة الإشباع أو الرضا الكلي. يعني هيرسبرج بيقول إن يا الإنسان لازم يبقى راضي أصلاً، يعني مش مفيش حاجة اسمها تقل عن مرحلة الرضا. لا، هو عنده اوفرول ساتسفاكشن، مش مجرد مقابلة حاجات الفرد، يعني مش حاجات اللي أنا بقى فيها أو لا لا، ده أنا أوريدي عندي الحالة اللي هي الساتسفاكشن، عندي اوفرول ساتسفاكشن. وبعد كده بقى ايه الحاجات اللي هي زي ما قلنا الحاجات المجابه اللي هي ايه بتعليه بقى الساتسفاكشن. تلك تركز على الدفعيه، اهمها التحفيز والعوامل المحفزه لتحقيق الرضا الكلي على الوظيفه، ومن ثم تحسن وتطور الاداء التي تسعى اليه المنظمات او المشروع. طيب، اساليب التحفيز بقى في التطبيق العملي. عندنا الاساليب دي، اول حاجه الحوافز الماديه والماليه، دي اول حاجه. يعني انت يعني لما بيبقى في معروف مثلا انت مثلا مكلف بشغل معين وعامل لك حافز ان انت لو زودت مثلا شغلك كده، انت بتعمل مثلا بتنتج مثلا 10 وحدات في اليوم، لو انت انتجت 12 هتاخد حافز مادي كذا على اللي على اللي على اللي انت بتنتجه، سواء نسبه مئويه بقى، سواء باي شكل مادي يعني او مالي، يعني يا بتاخد فلوس يا بتاخد اي حاجه تانيه في مقابل ايه زياده الانتاجيه لحاجه معينه، زياده انتاجك او العمل اللي انت بتعمله. يعني ايه لو بيبقى كده، ده الحافز على حاجه، حافز مادي او مالي، يعني انت بتاخد يا اما بتاخد فلوس يا بتاخد اي حاجه ماديه مقابله للايه؟ للعمل اللي انت عملته. في الحوافز المعنويه. دي طبعا بعد الحوافز المعنويه، بعد الحوافز الماديه. يعني ما ينفعش مثلا عامل ومحتاج لحوافز ماديه اقول له الله ينوره بس، لا. ابتدي الاول ان انا اعمل له الحوافز الماديه والماليه برضه. احنا لما بنقول الكلام ده ان ده بالتدريج، ومفيش واحده بتلغي اللي قبلها. ما فيش حاجه اسمها كلها حوافز معنويه، معناها ان يعني واحد مثلا امكانياته على قدها وبيشتغل على قده او اي حاجه، ما قالوش الله ينور، واحد شغال طول النهار شايل بالغلق او شايل عمال بيشتغل على مكنه او على اخره، ما فيش اخر النهار اقول له الله ينور وانت بطل وانت، لا. محتاج ان هو يبقى عنده ايه؟ تعمله حوافز ماديه وبعد تعمله حوافز ايه؟ معنويه. ثم وضع الاهداف. دي ايه اساليب التحفيز او ده في التطبيق العملي. بنحط الاهداف، والله في اي شغل في اي حاجه، والله احنا التارجت بتاع اليومي مثلا بتاع الشغل ان هيعمل كذا، هتعمل كذا كذا كذا، ابي اهداف، هدف معين بتتعمل، او ان احنا في خلال مثلا مده معينه بتخلص بتنتج مثلا حاجه معينه بتعمل، يعني بتخلص لو هو مثلا في مصنع موبيلي او حاجه تخلص مثلا طقم كذا في خلال مثلا اسبوع اسبوعين، تبع بقى كل الانتاج. تصميم الوظيفه، هنتكلم على الكلام ده كل ده ايه بالتفصيل. تصميم الوظيفه بقى لها توسيع وظيفه ولها ايه عمق، او التوسيع وبعد عمق اللي حاجتين هيبقى دلوقتي هنشرح الكلام ده. عشان الاداره بالاهداف دي طريقه ان احنا بن ايه المدير بيقعد مع او التيم ليدر بيقعد مع الناس اللي بيشتغل مع الراجل اللي بيشتغل معاه، وايه بيحددوا اهداف، والاهداف دي بتتبع. يعني احنا في خلال الاسبوع ما تكون عامل كذا، في خلال الشهر تكون عامل كذا، وبعد كده بيبقى فيها ايه المونيتورنج المتابعه. تعديل اوقات العمل، دي من حاجات برضه اساليب التحفيز. بمعنى ايه؟ الحقيقه دايما لما بنيجي نتكلم على الاداره بنتكلم على ايه؟ ثلاث ابعاد. يعني في البعد الرابع اللي هو الوقت، مش كتير بيفكروا فيه. بمعنى ايه؟
يعني انا مثلا عندي مصنع في منطقه معينه، المصنع ده دي منطقه مصانع ماشي، لو انا المصانع بتبتدي تشتغل مثلا من 8 الصبح مثلا ل 4 تمام، هنلاقي الفتره اللي هي من 6 ل 8 دي الطرق زحمه وصعبه و و و الى اخره. معلش بقول الكلام ده، مش بغشش حد يعني هو يعمله، يعني بودي ايه ازاي نتعامل مع عنصر الزمن. انا لو انا صاحب المصنع ده هقول لا انا مش هشتغل من 8 ل 4، يا اما اقول انا هشتغل من 7 ل 3، يا اشتغل من 9 ل 5. ليه؟ لان في الفتره بتاعت البيك دي اللي هي كل الناس متوجهه للمنطقه دي، هتلاقي الدنيا زحمه جدا وزحمه والناس متنشنه عشان توصل و و و الى اخره. خلاص دي واحده. فلو انا عملت ساعه بدري يعني على حسب بقى الايه ما 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 ما, 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 ما الـ 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 الناس اللي بيشتغلوا يحبوا، في ناس تحب تنزل بدري، في ناس تحب تيجي متاخر. فدي ايه؟ دي لو انا بشتغل عليها من ضمن اساليبي في الاداره بقدر ان انا اوفر، بدل ما مش اجي في ساعه ونص الصبح واروح في ساعه ونص بعد الظهر يبقى ضيعت 3 ساعات، لا اخليها مثلا كفايه ساعه الا ربع الصبح وساعه ربع الظهر، انا وفرت ايه؟ ساعه ونص دي لمصلحه الجهد بتاع الايه؟ بتاع الانسان اللي جاي. طيب اساليب التحفيز بقى والدفعيه هنتكلم عليها دلوقتي بالتفصيل. التطبيق العملي بتاعها جاي ازاي؟ بسم الله. الاساليب او الوسائل التي يمكن عن طريق اثاره الدفعات العاميه وتحفيزهم بمحقق الامر الرضا الوظيفي، اول حاجه وسائل التحفيز الماديه. طيب الاجور والمرتبات المناسبه. يعني ان انا ادي للانسان اللي بيشتغل معايا ادي له اجر ومرتب مناسب. للاسف في ناس بتخطئ خطأ جسيم وبتستغل مثلا الظروف العامه، والله انا في ناس كتير ما بتشتغلش وانا بقى ايه، انا هستغل الحته دي، والراجل اللي هو هيشتغل معايا مثلا ب 3000 جنيه في الشهر، لا ده في ناس كتير قوي وانا ممكن اخليهم 1500. هيجي لك ناس ب 1500 بس مش هتاخد منهم الانتاج اللي هو اخد 3000. فالتحفيز المادي انا بقول الاول اجور ومرتبات ايه مناسبه، وانا بقول الكلام ده برضه بمناسبه ان السوق اليومين دول بقى له مده، واعتقد الموضوع ده يعني في شويه يعني هيقعد شويه، انك ما تقللش من اجور الناس ولا مرتبات الناس، لان انت بتاجل اجره ده، بتاجل بتقلل مرتبه، عمره ما هيدي لك وهو مش ساتسفايد، او هو الفلوس اللي بياخدها دي هيدور هيكمل بقيه مصاريف ومصاريف اسرته منين. نمره 2 الاجور التشجيعيه. والله انا بديله هينتج لي 10 وحدات، هينتج لي مثلا كم 2 متر مكعب، لو انتج لي 3 اديله اجر زياده اخر النهار، اشتغل ساعه زياده اديله اصرفها له ساعه ونص يقل القانون، او ساعه ربع الاول بعدين ساعه ونص. المهم ان انا يعني ايه يبقى فيه تشجيع بالاجور والمرتبات المناسبه والاجور التشجيعيه. في الحوافز بقى والمكافآت الاضافيه، يعني بعد كله بعمل حوافز ومكافآت اضافيه. المعاشات، ناس كتيره جدا دلوقتي برضه بتشغل، للاسف دي حاجه يعني اثيكلي حاجه مش كويسه، ناس كتير جدا بتشتغل كتير جدا 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 دلوقتي، بدات ترجع لهذا الكلام، ولا بتعمل عقود ولا بتعمل تأمين صحي ولا بتعمل تأمين اجتماعي ولا بتعمل أي حاجة خالص، وبالعكس برضه يعني بيجيبوا رواتب قليلة وبتضغط عليه بقى، هو بيعتقد إن هو كده بيكسب، لكن في الآخر بيلاقي نفسه خسر. ده حاجات أنا مش شايفها قدام عيني يعني، لأن أنت ما بتبقاش قاعد على إيد العامل بتاعك طول النهار، ومهما حطيت عليه من كنترول أو من 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 مونيتورنج ما أنتش هتوصل زي ما هو اشتغل. يعني لو هو حب شغله واديت له اللي يكفيه واديت له اللي يريحه وارتاح نفسيا وارتاح ماديا، هتلاقي الشغل بتاعك بيتضاعف، بيتضاعف، بيتضاعف. انا عارف انا بقول ايه.
مكافأة نهاية الخدمة، يا الحوار في المكافأة الوظيفية المعاشات مكافأة نهاية الخدمة. التأمين والعلاج، التأمين والعلاج ده هام جدا جدا جدا، لأن أما حد بيشتغل ولو لو لا قدر الله اتصاب، اتعور، اضطر يقعد في البيت بقى من لأي سبب، للمرض أو لأي حاجة خالص، ما هو مش هيلاقي ياكل، ولو بيته هيلاقي ياكل، فهات ايه ده من هو بيشتغل دماغه مش معاه، ويا ترى هنغطي ده امتى وهنعمل ده امتى؟ المواصلات، انا كل ما اخلي يعني انا مثلا انا بشتغل في مشروع ومثلا على بعد مثلا 20 كيلو او 30 كيلو، اتس بيتر وافضل للشغل وافضل للانتاج ان انا اجيبهم كلهم مع بعض الصبح كده بطريقه مريحه وباص كويس واجيب الناس بتوعي مرتاحين وما شايلهمش هم حاجه، لازم ادور على مواصلات ودور على بتاع ويضيع بالساعه او بالساعه ونص او ساعتين لغايه ما اوصل الموقع، ووصل مهلك ومنهك، بيبقى شغله ما بيبقاش يعني ايه قد كده. المواصلات، الوجبات الغذائيه، ما انا غالبا الشغل بيبقى 8 ساعات، اربعه وساعه راحه وايه واربعه بعديها. لو انا عملت حسابي ان اللي بيشتغل معايا انا الظهر بديله وجبه غذائيه، دي مش اوفر كوست. انت اعمل حساباتك، انا مش بقول لك طلع من جيبك، بس انت لو العامل حاطط في دماغه ان هو ساعه الظهر اللي هيسيب فيها الشغل من ايده ويطلع يحضر اكله او ياكل ويشرب ويرجع تاني بعد ساعه، الوجبه بتاعته ما تشيلش همها، تحكي لك وجبه، عندك وجبه محترمه، وطبعا انت بتعمل الماس برودكشن فما بتبقاش بالتكلفه زي ما هو كل واحد بيشتغل ويروح لوحده، بيبقى مرتاح، الوقت بتاعه مرتاح، يعني بدل ما يقعد يضيع الساعه اللي بياخدها في انه بيجهز وبيعمل وبياكل والكلام ده كله، بيشغل دماغه هياكل ايه وهيشرب ايه وهيعمل ايه وازاي، لا، كل ما انا اقدر اعمل الخدمه دي للناس اللي بتشتغل معايا كل ما بلاقي ان الناس مرتاحه نفسيتها. هذا الكلام يا حضرات الافاضل ليس نظريا، قد يبدو لبعض الشباب اللي هم ما شافوش الشغل ازاي مثلا من 10 15 سنه، وهنا في مصر وفي العالم العربي كله كان هذا الكلام كان عادي جدا، انت بتشتغل الظهر ليك الوجبه بتاعتك. الرحلات، في يوم اجازه في اي حاجه وناخد بعضنا ونطلع مع بعض مثلا كتيم، وما يمنعش ان صاحب الشركه بيبقى معانا، نحس بالالفه، نحس ان احنا مع بعض. السكن وغيره، يعني اما اجيب مثلا سي ان انا معايا مشروع كبير مثلا في البحر الاحمر، في الساحل الشمالي، في اي حته، في منطقه بعيده مثلا عن البتاع، وبجيب مهندسين واجيب موظفين واجيب عمال والى اخره، خلاص، كل ما انا دبرت لهم السكن، بس خلي بالكم انا مش بقول الكلام ده ان ده هيبقى على حساب الكوست، لا، ابقى انا دارس الكوست بتاعي اصلا، احنا اتكلمنا على الكوست مانجمنت قبل كده، الكوست بريك داون وازاي احدده وازاي احدد ده الكوست والاندايركت كوست والكلام ده كله من الاول لاخره، عشان كده بقول دايما كل ما يعني اللي يبتدي معانا اللي جاي جديد اهلا بيه، ينور الدنيا وادوا اي حد ينور الدنيا يدخل في اي وقت، لكن يدخل على اليوتيوب قناه، يكتب بس حسين الكادي ويدخل هيلاقي على اليوتيوب الكلام ده كله موجود وموجود وسهل وافيلبل وسهل جدا يعني. فالسكن يعني انا شخصيا هنا جوه مصر، جوه مصر طبعا في العالم العربي سهل. مسكت مدير مشروع مره في اخر مشروع عملته في مصر كان في البحر الاحمر، شركه كانت جايبه لي سكن وانا لوحدي، انا مش مع اولادي ولا حاجه، ومعايا طباخ وابني لغايه دلوقتي على علاقه بيه، وابني على الرغم ان احنا بقى مثلا 15 16 سنه سابين المشروع، لكن بيتخلق بينك وبينه ابني، يعني بقول لك انا بقول ابني مش بقول واحد كان بيشتغل معايا او حتى لا، لما بحط مالك السكن وكده، انت كمدير مشروع او انت كمهندسين او انت كموظفين هنبقى يعني الحاجات اللي هي بدل ما اشغل بالي بيها وادور لان حاسس هنا لا احنا هنلم بعضنا ثلاثة اربعة نسكن مع بعض، لا ده احنا هنجيب مش عارف ايه مع بعض، لا، كل ما كانت الخدمات دي
السكن والمواصلات والوجبات الغذائيه اللي بتتاخد في اليوم، كل مكان الكلام ده كله. في سيرفيس في الشركه تؤديها للناس، كل ما هتلاقي الناس معنوياتها عاليه جدا وبتنتج لك احسن وما بيضيعش وقتها. خلي بالنا ما تضيعش وقته في انه يفكر، وكل فكره بتركز في الايه؟ في الشغل وفي الانتاج. طيب وسائل التحفيز المعنويه غير بقى بعد ما اخلص الحاجات الماديه بقى كنا بنتكلم عليها دلوقتي، الاعتراف والتقدير. ما حد صاحب شركه او مدير مشروع او مدير اي مكان يعتقد انه لما هيقول لواحد الله ينور وانت يعني you performed very good ويقدره، واخدين بال حضراتكم، وفي مثلا كل شهر بيقول مثلا رجل الشهر مثلا او رجل الاسبوع، كل اسبوع في اسم كده يبقى في نقط تتحدد، يطلع اسمه فلان الفلاني وده عمل كذا. مش ما انا مش بقولش مهندسين بس، لو انت في كونستراكشن لا، ممكن اللي بيعمل القهوه الشاف البوفيه يبقى هو رجل الشهر، انا عمل شغله كويس وبيرفكت وكان في يعني مفهوم الكلام ده. يعني انا مش قصه ان انا مثلا مدير او انا مش بقدر انا اللي احسن، لا، لما يطلع الناس يبقى في قواعد للايه، للتقييم، الاسسمنت له نقط، له درجات. محدش يعتقد ان انا لما واحد التيم بتاعي اقر له بان هو بقى كويس واقدره وابينه واكبره، ان هو مثلا يقول لك ده هيتمرن عليا، ده هيطلبني باجر زياده، ابدا 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 ابدا. فده اعتراف التقدير اول حاجه في التحفيز المعنوي، ودي حاجه مهمه جدا. التشجيع النفسي بقى اللي هو ان انا يعني ايه دايما بايه مرتاح نفسيا، بيبقى حاسس ان هو اي مشكله او اي حاجه ان هو جوه فريق ومعاه مثلا الليدر بتاعه او المدير بتاعه، يقدر مثلا يقعد معاه مثلا 10 دقائق ربع ساعه، بحيث ان هو بقى ايه يبقى نفسيته مرتاحه من ناحيه الشغل، نفسيته مرتاحه ان هو هيبقى في ريفرنس له، وهيقدر ان هو يعني ايه يرتاح نفسيا، عشان هتلاقي انتاجه احسن 100 مره لو ان هو تعبان نفسيا بقى. ويا ترى في ايه لو عنده حد مثلا حد من الولاد بتاعه مثلا، او هتبان هنا بعد كده حسن المعامله. بيزعجني جدا وبيسيئني جدا لما بلاقي مدير مشروع اعتقد ان هو بيقود الفريق بتاعه، هو ما بسموش قائد ولا مدير ولا حاجه، ان هو ما بيحسنش معامله الناس بتوعه، وفاكر ان هو لو احسن معامله الناس هيركبوه او هيدلعوا او على العكس. على العكس، انت لما تدرس بقى السوشيال الاورجنيشن بيهيفير هتعرف ان حسن المعامله ده انت بتطلع احسن ما عندك، والناس اللي بتشتغل معاك هتطلع ما احسن ما عندها. لان انت شغلتك ايه كمدير او كليدر؟ ان انت بتطلع احسن ما عندك، فلو هو شافك بتطلع احسن ما عندك هو هيطلع احسن ما عنده. الناس على ايه؟ على دين ملوكيه. اظهار التعاطف عند التعرض لمشكله خارجيه. واحد مثلا حصل حادثه، عنده مشكله في البيت مثلا، حد من ولاده تعب، اي حاجه، يبقى ايه يعني حتى هنلاقي زمان، هتلاقي الافلام المصريه القديمه قديمه او بتاعت الاربعينات والخمسينات والستينات، يقول لك ده فلان الفلاني ده مثلا ايه عنده مشكله كذا كذا، يلا يا موظفين كلنا مع بعض، من كل واحد هيدفع مثلا ايه ربع جنيه. ربع جنيه ده كان مبلغ، خلي بالك، لان المهيات كانت 8 جنيه و9 جنيه و10 جنيه، كلنا بنتلم كموظفين وكل واحد بيدفع مثلا ربع جنيه، اللي يدفع نص جنيه ماشي، وبن ايه واحنا كلنا كفريق او كتيم كلنا بن ايه بنتعاطف مع بعض، وان اي حد يقع في مشكله عارف ان هو ايه، يبقى بنظهر تعاطف عن تعرض لمشكله خارجيه، وده انت مش بتجبي عليه زي ما بيقولوا في البلدي، لا، ده احنا تيم واحنا فريق، والمشكله الكبيره لما هتتقسم على مجموعه هتبقى مشكله صغيره. الاستعانه بالاراء المختلفه الخاصه بالعاملين.
ما اعتقدش بقى ان انا مدير المشروع، او انا مثلا رئيس القطاع، او انا مدير عام رئيس مجلس اداره الشركه، ان انا رايي دي قران. لا لا، ان انا دايما ابقى متفتح وابقى مستعد ان انا اسمع اراء ومقترحات العاملين من اكبرهم لاصغرهم. يعني انت ممكن تبقى معاك سواق راكب عربيتك، وحاليا بكلمه على حاجات حصل ده حصل بتحصل معايا ومع غيري خلال خبرات حياتنا. انت تمس مثلا عملت حاجه معينه وبتاع وتعصبت وتنرفزت، تلاقي السواق بتاعك كده منتهى الادب يقول لك يا باشمهندس مثلا ايه انت يعني ايه تعصبت زياده شويه، والراجل الفلاني زعل منك قوي لما انت عملت كذا كذا كذا. تقوم ايه، انا بتكلم على حاجه ايه، على حاجه بسيطه، تقوم انت ايه ده ايه زي ما بقول لك ايه يعني بيوعينك وبيقول لك على الحاجه بمنتهى الادب. طبعا مش هيقول لك اه مش ايه، لا المصلحات الخاصه بالعاملين مثلا المواصلات مثلا زحمه مثلا في الحته الفلانيه بنقترح كذا كذا. يعني دايما دايما اسمع اراء الناس واحترمها واقيمها، ولا اتحرك وانا رئيس مجلس اداره ان انا اغير فكره او اغير نظام او اغير حاجه نتيجه اقتراح اي حد. الاهتمام بالشكاوى العاملين، لو اي شكوى جت من اي حد لازم اهتم بيها، وحتى ان بدت ان هي كيديه لازم اهتم بيها، لان اللي عمل شكوى كيديه ده عنده مشكله اكبر او عنده حاجه مش قادر يحلها او الى اخره. يعني ان انا ما ايه ما يعني دي حاجات اللي بنتكلم عنها معنويه مش هتكلفني حاجه، لكن الناس والتيم بتاعي والناس اللي بتشتغل معايا هتعرف ان انا كمدير مشروع او كمدير او رئيس قطاع او رئيس مؤسسه، ان انت بتتعامل بعدل، بتتعامل ب ب ب ب ب بانسانيه. طيب وضع الاهداف. الاهداف المحدده للعمل يمكن ان تكون من العوامل الدافعيه والتحفيز للعميل عندما تتصف بما يلي. دي في الاداره احنا بنسميها ايه؟ للي فاكر لما كنا بنتكلم على مشروعات ده المايلستون. اي مشروع عندي له مايلستون، بمعنى ايه؟ انا ببني عمار، اول مايلستون عندي مثلا انا خلصت الاساسات مثلا. اي مشروع، يا رب انا عازم 20 واحد على العشاء النهارده، اول مايلستون عندي ان انا اجيب كل الحاجات المطلوبه. يبقى ايه الاهداف المحدده للعمل؟ يعني اول حاجه مثلا انا بشتري حاجات مثلا، وبعدين باخدها بتعامل معاها، بطبخها، بجهزها، كذا كذا. بتكلم على ايه؟ على المشروعات الصغيره اللي هي اللي في البيت بقى. انما لو انا في مشروع مثلا كونستراكشن، ده اكثر حاجه بتبان قدامنا، لان احنا كلنا الكونستراكشن بالنسبه لنا يعني 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 ايه اوضح او بنقدر ان احنا ايه نشوفه بعينينا ونشوفه كلنا. اساسات يعني مثلا ايه التحديد الدقيق والوضوح، بيبقى المايلستون بتاعي او الهدف اللي هو الهدف الاهداف المحدده بتكون عوامل دفاعيه وتحفيز العاملين. يا اخوان يعني انا لو خلصت الاساسات دي مثلا، قول اعمل حسابي اخلصها في شهر، لو خلصتها في 25 يوم هندي اسبوع مكافاه وانت الكسبان. خلي بالك انت مش خسران، انت الكسبان. لو كلهم هيجتهدوا ان هم يخلصوا لك المشروع في 25 يوم بدل 30 يوم، فانت كسبت 6 ايام، 6 ايام في الاجور الغير مباشره دي كتير جدا. وهم بيشتغلوا بحب وبيشتغلوا يعني بسعاده. يبقى هو ايه الشرط بقى في الحته دي، يبقى ايه التحديد الدقيق والوضوح، ابقى واضح انا هخلص الحاجه الفلانيه في وقت معين مثلا. الواقعيه، ما يجيش مشروع مثلا او شغلانه عايزها 3 اشهر اقول لهم لا ده انا عايزها في شهر، لا انا كده بهزر. ليه؟ لان انا غير واقعي، انا غير واقعي. لو انا عايز حاجه في 3 اشهر اعملها في شهر، اداريه ممكن تتعمل، اعمل 3 شيفتس في اليوم 8 و8 و8. انما ما تجيش تقول الحاجه بتاعت يعني انا مثلا حاجه عايزها في 3 اشهر واخلصها في شهر من غير ما اكون دارس كويس، بقى الهدف غير واقعي.
الهدف الغير واقعي ده لو اللي عامله سلطه معينه او يعني مثلا رئيس مجلس الاداره مثلا وعايز هذا الكلام، هيفاجئ ان في الاخر انه الحاجه ما بتخلصش، واذا خلصت بتبقى مش على حساب الجوده، واذا خلصت بتبقى على حساب التكلفه، بتبقى على حساب كتير جدا اذا كانش الهدف واقعي. التحدي بمعنى ايه؟ زي ما كنا بنتكلم دلوقتي على شغل مثلا، لو الاساسات خلصتها في شهر، هي مدتها شهر، خلصتها في 25 يوم، يعني احنا جدعان قوي ورجاله قوي واحنا كده، يعني ده ايه؟ ده مع بقيه ال اسمه ايه؟ بقيه التحفيز المادي والتحفيز المعنوي، هنا بقى ايه؟ بحط فيه الرغبه في التحدي، ان انا اخلص، إن أنا اخلص في الوقت ده، او اخلص بالجوده دي، لان انا عايز جوده كويسه، في تحدي. القبول من جانب العاملين، دي نقطه لازم برضو بعضنا، في ناس كتير يعني ما بتبقاش واخده بالها من الحته دي، ان اللي بيشتغل في التيم في طريقه مش حلوه، ان بيبقى واحد مثلا ماسك شركه او ماسك مشروع او ماسك اي حاجه، وله اثنين ثلاثه بتوعه وما بيثقش غير فيهم. هذا الكلام بيبدو يعني هو بيبدو اللي بيعمله ان هو يعني بيعمل صح، لا، لو انت عندك حاجه وعاملها هدف اجمع الناس بتاعك كلها. معلش انا اسف، كلمه اجمع دي من ايام الجيش، على سابقين الجيش من 76 77 يعني بعد الحرب بسنتين ولا حاجه. فالمهم لازم الناس اللي بتشتغل في التيم لازم تبقى عارفه وفاهمه، وقبل ان نفهم هذا الكلام، يعني احنا قلنا الحاجه مثلا اللي كنا هنخلصها في شهر ونص هنخلصها في شهر، لازم الناس كلها تبقى عارفه وقبل انها تعمله في شهر، ويبقى مقابل دي بياخد الايه؟ التحفيز المادي، وبياخد التحفيز المعنوي، وبياخد كل انواع الايه؟ التحفيز اللي احنا ايه اللي احنا عارفينه. معرفه مستوى التقدم والانجاز الهدف اللي هو الاثر المرتجع. يعني دايما يعني احنا اللي هو المايلستون بيبقى عارفين بقى ان احنا مثلا بنخلص حجم الحجم ده في الوقت ده، بيبقى ايه؟ بيبقى قدامي بتابعه بالبرنامج من الزمن اللي انا عارفه. طيب تصميم الوظيفه هنا اللي كنا بنتكلم عليه، وبنقول ان هو ايه؟ يعني ايه اتساع وعمق الوظيفه؟ ويعني ايه خصائص الوظيفه؟ هنتكلم عليه. يعني ايه تصميم الوظيفه؟ يقصد ان تصميم الوظيفه لا تشغل الفرد، ولكن من حيث ايه؟ النطاق بتاع الوظيفه، السكوب بتاعها. السكوب بتاع الوظيفه لها ايه؟ الوظيفه لها اتساع. يعني ايه؟ حاجات على نفس المستوى، اللي هي عدد الانشطه اللي انت بتعملها كانسان. يعني انا كمهندس في الموقع مثلا، في ناس تقول لك ايه؟ ما احنا اقربها، انا مهندس مثلا بشرف على انا بنفذ اعمال خرسانات، هو ماشي اعمال خرسانات ماشي، في ناس ورايا بتاخد اعمال التشطيبات في نفس المكان. انما ممكن يبقى ايه؟ ان انا اخلي الوظيفه بتتسع افقيا، يعني مهندس او طاقم واخد ايه؟ كل الاكتيفيتيز، عدد الانشطه اللي بتشتغل عليها، مش يعني ابقى المهندس اللي عندي يراقب الخرسانه، يراقب الاعمال الالكتروميكانيكال، يراقب الاعمال بتاع تيم واحد، او ده الاتساع بتاع الوظيفه، اللي مش مثلا مهندس مدني بيراقب مثلا الحاجات، وده والاثنين صح. خلي بالنا يعني، هو الصح ان انا الحاجات الانشائيه مثلا بيراجعها انشائي او بيراجعها واحد مدني، والحاجات المعماريه بيعملها واحد معماري، والالكتروميكانيكال بيعملها واحد ايه؟ الكتروميكانيكال. بس الفكره فين؟ ان عند تصميم الوظيفه ازاي؟ هي دي التصميم بتاع الوظيفه، اللي هو النطاق بتاعها، اللي هو الاتساع بتاع الوظيفه، وعدد الانشطه اللي فيها. عمق الوظيفه بقى ده اللي هو عباره عن ايه بقى؟ حريه التصرف او السيطره التامه تبع الموظف. يعني انا كمدير مشروع، او انا كمهندس بقى مدير مشروع، ما هو ايه؟ اوفر الليفل ده، او لو هي فيه برضه على فكره برضه، لازم ابقى عندي حريه تصرف في الحاجه اللي تحت ايدي. انا وانا بشغال مثلا في حاجه معينه ولقيت ان هي فيها ممكن
احسنها بشكل معين، ببروسيس معين، باضافه معينه، بارجاء حاجه معينه، يبقى انا ايه؟ حر التصرف في اللي انا فيه، مش كل حاجه اروح ارجع لها للمدير المشروع او الى اخره، لا انا اتصرف واعمل وبسيطر وبعمل كل حاجه وبدي للابر ليفل اللي فوقيه النتيجه، بدي له النتيجه، ما اديلوش، ما هوش اديله في حاجه بتفاصيلها، لا بلاقي عمق الوظيفه، يعني ده السكوب بتاع الوظيفه اللي هو الاتساع والعمق. طيب خصائص الوظيفه بقى، عشان طبعا الوظيفه زي ايه؟ المهارات المطلوبه القيام بها، يعني انا بشتغل مكتب فني، هل ينفع اشتغل مهندس ديزاينر في المكتب الفني كانشائي وانا ما اعرفش الساب والساب والحاجات دي كلها ولا خيرها؟ مستحيل. او انا مثلا ما اعرفش ارسم او ما اعرفش اعمل مثلا مستخلصات او ما ينفعش. طيب هي المهارات المطلوبه، لازم عندي مهارات معينه عشان اقوم بالايه؟ بالوظيفه اللي انا بعملها. ومش كده بس، يعني ده خلينا نتكلم في حاجه بسيطه جدا. الراجل اللي بيعمل لي القهوه والشاي ده المهارات المطلوبه عنده ايه؟ يعرف يعمل فنجان القهوه مثلا، مظبوط؟ كان بيعرف المظبوط ايه واللي على الريحه ايه والزياده ايه واللي من غير سكر ايه؟ يعرف يحط مثلا القهوه مثلا في فنجان لو انت في مكتب، ويعرف يحط كوبايه الميه الساقعه كده اللي مصبره في الصينيه بتاعته، يعرف يقدمها بشكل كويس، لابس كويس. فدي المهارات المطلوبه لكل شغلانه. يعني انا مش كل كلامي هقوله للمهندس بقى او المراقب او المدير، لا، المهارات المطلوبه دي لاي عمل مهما بدا كبير او صغير. الخصائص الوظيفه بقى، المهارات المطلوبه وايه؟ وطبيعتها. هل هي روتينيه ولا ممكن عليها ابتكار او انجاز؟ يعني هل انا الشغل اللي انا بعمله ده روتيني؟ يعني مثلا في حاجه في الاداره يقول ايه؟ في واحد اشتغل في مكان 30 سنه مثلا، فبقى 30 سنه بيعمل نفس الكلام، هو نفس الكلام، هو اشتغل في شركه مثلا او في مؤسسه او يعني. خلاص يجي مثلا خلينا نقول 20 سنه. طيب انا 20 سنه دولت كنت بعمل نفس الشغل كل يوم. من ناحيه الاداره بقى، لو انا مثلا قررت ان انا بسيب الكلام ده وهغير وهنقل على ايه؟ على مكان تاني او على حته تانيه. دي حاجه بتسمى في المانجمنت. بتسمى ايه؟ هو هيجي كاتبها عشان هو عنده خبره ايه؟ 20 سنه. فاللي بيفهم بقى في الاداره وبيفهم في الاتش ار صح، يقول له لا يا حبيبي، ده انت عندك خبره سنه واحده مضروبه في 20، لان انت لا كان عندك حاجه فيها ابتكار او فيها انجاز او فيها تحسين او الى اخره، انت بتعمل نفس الشغل هو لمده 20 سنه، انت خبرتك كلها ايه؟ في السنه الاولانيه مضروبه في 20. وكانت الوظيفة ذات خصائص تقابل حاجات الموظف، لما كانت من الأساليب الفعالة لتحفيزه وزيادة الدفعية. طيب توسيع الوظيفة بقى، ما فيش قواعد موجودة في توسيع الوظيفة، لأن هناك بعض القواعد الإرشادية من أهمها. يا إما دمج المهام، بمعنى إيه؟ زي ما كنا بنقول دلوقتي، واحد مهندس مدني بديله معماري يعملوا معاه، او العكس، يعني واحد معماري عادي جدا، يعني مش مشكله لو هو رسوماته موجوده وحديده موجود وكل حاجته موجوده، يشتغل مثلا حال معماري، يشتغل يستلم خرسانات، يستلم مباني، يستلم اي حاجه معماري، اللي هو دمج المهام، يعني بجيب تاسكس كده ايه وادمجها مع بعض. اقامه علاقات خارجيه مع العملاء، يبقى انا مثلا انا كبروجكت مانجر، المفروض عادة بيبقى في ايه؟ في بروجكت مانجر وفي بروجكت دايركتور. عادة البروجكت دايركتور بيبقى ايه؟ هو له علاقته مع العملاء او علاقته مع ايه؟ مع الشركة الأصلية. والبروجكت مانجر هو اللي بيعمل ايه؟ بيعمل الحاجات الخاصة بالموقع نفسه، حاجات انا بتكلم برضه على الكونستراكشن، يعني سامحوني ان انا يعني ايه؟ يعني دايما بلجأ للتشبيه بالكونستراكشن، لكن هو أي مشروع بيبقى بنفس البرنسبل، بنفس الكلام، اي حد في اي مجال في اي اللي هو بيعرفه يعمل كده. رقم علاقات خارجيه مع العملاء، في عميل، يعني انا وانا قاعد في مشروعي العميل بيبقى يا يعني العميل يا اما بيجيني يا اما بيجيني. فعلاقات خارجيه مع العملاء بيبقى مثلا علاقتي بيهم بس كويسه،
بني ادمين مثلا، مش حاجه غلط يعني، مش هقول بقى ده مش عارف ايه ولا بيرسي ولا بياخد، لا لا، بيعمل علاقات مع العملاء بحيث ان يبقى الايه؟ بنخلق سيمباسي ما بين ما بيننا وما بين العميل بتاعنا اللي هو الفاينل برودكت هيروح له. اقامه علاقات مع المتقدمين في الاداء داخل المنظمه. يعني في ناس بتبقى يعني ادائها ممتاز، يبقى انا برضه بعمل علاقات مع ايه؟ اللي هو توصيل الوظيفه مع مين؟ مع المتقدمين في الاداء. يا رب يكون عمال، يا رب يكون صنايعيه. يعني مش قصه ان انا التقدم في الاداء لازم يبقى مهندس او يبقى مثلا رئيس قسم او لا، اي حد اداؤه بيتقدم لازم يبقى واخد له ايه؟ البرستيج بتاعه. ومش بس برضه انه يبقى يعني شايف نفسه احسن من حد، لا، مش حد احسن من حد، ان هو بعمله وبجهده وباخلاصه اخد نظره معينه ولو يعني له طعم معين وله معين وتميز معين. وتميز معين دي اللي هي بيسموها الايه؟ البوزيتيف كونفليكت. يعني لما الناس تشوف ان هو اللي تميز ده وعمل شغله كويس واتحط في درجه معينه في الوظيفه بتاعته، انا هعمل زي انا كمهندس لما الاقي واحد ملاحظ مثلا وتميز في شهر من الشهور بقى هو اللي هو مثلا رجل الشهر مثلا في مشروع او في حاجه، يبقى الشهر اللي بعده المهندسين هي كل واحد بيقول لك لا ده انا بقى الشهر الجاي انا اللي ايه، ده البوزيتيف كونفليكت. يعني تقليل الاشراف وزياده درجه الاستقلاليه دي بالنسبه ايه لتوزيع الوظيفه، ان انا مش ايه ما يبقى المونيتورنج ما يبقاش متابعه يوميه او مش متابعه كل ساعه او كل شويه، لا. ماشي الحال؟ طيب الاداره بالاهداف، دي اداره اهداف دي ايه؟ اللي هي المانجي باي اوبجكتيفز، دي احد الاساليب الاداريه الحديثه وتلخص الاجراءات في المياه. بنعمل ايه بقى؟ خطواتها ايه؟ هم اربع خطوات. اول خطوه بتبقى مقابله بين المدير او الليدر والمرؤوس، بنحدد الاهداف في الفتره الزمنيه المقبله وتحديد الوصف الكمي للاهداف والجدول الزمني والاولويات. انا بقول له والله احنا مثلا في خلال الشهر اللي جاي ده مثلا هنقول ان الفتره بتاعتنا ان انا بعد شهر عايز اخلص مثلا ايه اللبس بقى بالاساسات بتاعت المبنى ده او حاجه معينه، او اخلص الخرسانه بتاعت الفيلا دي مثلا او اي حاجه. طب انا بقول بقعد معاه انا كمدير يعني او كليدر او كبروجكت مانجر، بقول له ايه الاهداف بتاعتنا الفتره الزمنيه اللي جايه، مثلا في خلال الشهر اللي جاي ده الاسبوع الاولاني هتخلص مثلا لو بتعمل فيلا مثلا هخلص مثلا الفيلا، الاسبوع اللي وراه هخلص العمدان، الاسبوع اللي وراه هخلص السقف، الاسبوع اللي وراه هعمل المباني في شهر. هل ده ممكن؟ ممكن. يعني هو صعب بس انا بخلينا ايه بنقول خليها شهرين مثلا، ممكن في شهرين. يبقى بنقول ايه؟ بحدد الاهداف وبفتره زمنيه والوصف الكمي للاهداف والجدول الزمني والاولويات، اعمل ايه قبل ايه والجدول الزمني بتاعي. في دي اول ايه نقطه من الاداره بالاهداف. يعني موضوع بسيط جدا، يعني اقول لك ايه؟ مانجمنت باي اوبجيكتيف، نفتكر ان هي حاجه جامده قوي، لا مش حاجه جامده الحقيقه. ايه؟ أربع نقط وأربع خطوات ورا بعض بتعرف فيها حاجة بتبدو صعبة جدا ومرهقة جدا في كتب الإدارة بقى بتقعد تقراها وتقعد تعمل فيها، يعني إنما هي الموضوع أبسط بكتير من تخيل أي حد. هي أحد الأساليب الإدارية الحديثة وتتلخص الإجراءات ما يلي. النقطة الثانية إيه بقى؟ اجتماعات دورية لمتابعة تقدم المرؤوس لإنجاز ذلك، أثناء ذلك يمكن تعديل الأهداف ظرف المعنوية أثناء التنفيذ. خلاص انا قعدت مع مثلا يعني افرض انا مثلا مدير مشروع وتحت ايدي مثلا كل كذا اريا، ودي حصلت كتير يعني، ابقى انا مثلا مدير مشروع كبير مثلا مدينه سكنيه مثلا وعندي مثلا مقاول بيعمل طرق ومقاول بيعمل فلل مقاول بيعمل عمارات وهكذا، يبقى انا ايه كل واحد من اللي موجودين دول بعمل معاه اجتماعات دوريه بقى تبع تخدم نقص الانجاز. ما بجيبش كل الناس بقى واقعد معاها وده ايه وده ايه، لا، هو اللي بيعمل بيقوم بالدور ده
كايه ك ك يعني هو بيبقى بقى تحت التدريب بقى كمدير مشروع. اداره مشروعات حضرات ما هيش مجرد شهاده، يعني اداره المشروعات ده زي جراحه بالظبط. يعني بمعنى ايه؟ انا كمهندس حديث عشان اتعلم ادير مشروع قبل ما اعرف بقى تايم مانجمنت وكوست مانجمنت والريسورس مانجمنت والفور فانكشنز اوف مانجمنت والريسورسز وكل والبريمافيرا و الى اخره. لو انا زي ما بنتكلم دلوقتي اشتغلت مع مدير مشروع فاهم وواعي، هاخد الكلام ده كله منه وبعد كده ادرس، يبقى انا كده ما درست عملت صح. وانا بفتخر ان انا من فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله سبحانه وتعالى اشتغل معايا ناس في مشروعات وقابلتهم بعد كده وصلتهم في مشروعات بعد مثلا ما سابوني مثلا مش عايز اقول يعني مثلا احدهم بعد 10 12 سنه. وبدون قسم وبدون مبالغه انا لقيته بيدير مشروعه احسن من انا كنت بدير، وهو ما درسش حاجه. يخلي بالك انا بقول الكلام ده ليه؟ مش بقوله عشان انا ما تدرسوش وتقول ان انا هدير مشروعي صح، لا. يعني قصدي ان انت لما تشتغل مع حد يعني زي جراح، بيشتغل معاه اثنين مهندسين جونيورز مع اثنين دكاتره جونيورز معاه، بيحضروا معاه العمليات يشوف بيخلص ازاي، بيعمل ايه قبل ايه، في حاله ما يبقى في مشكله بيعمل فيها ازاي، اللي مثلا اللي بيناولوا الادوات عشان يشتغل بيشتغل ازاي. خلاص، فده مره في الثانيه في الثالثه في الرابعه هتلاقيه بيعمل ايه؟ بيشتغل الراحه. طيب عايز بقى يتخصص بقى وعايز يبقى ايه؟ يترقى ويبقى اكبر، يبقى رئيس قسم ويبقى يبقى. هنا بقى لازم دراسه. خلاص؟ يعني زي ما قلنا في الام في الاول ان انت بعد ثلاث اربع سنين خمس سنين ماكسيموم لازم تعرف يعني ايه اداره. اجتماعات دوريه اللي تم اتخاذها المرؤوس الانجاز ذلك يمكن تعديل الاهداف ورفع من المعنويات اثناء التنفيذ. انا لما بعمل هذا الكلام بنعمل ايه؟ المرؤوس انت متابع معايا عاملين برنامج وكلام واضح وكلام مقاس ان انت بعد لو انت مثلا المده مثلا شهرين انا كل اسبوع بقعد معاه وصلت ايه عملت ايه الله ينور تمام 100 100. لا ده في حاجه ناقصه، طيب دي كذا، طب انا ناقصت كذا، اللي حصل عندي تاخير في الطريقه الفلانيه، طيب التاخير ده نقدر نتعالجه ازاي الطريقه الفلانيه، يبقى ايه بترفع معنوياته بتخليه يعني يتدارك حتى لو عنده اي حاجه مش مظبطه في بقى اللي هو الايه المعلم بتاعه او المدير بتاعه او الليدر بتاعه بيقول له نلحق نعمل ازاي ونعمل ازاي. وهنا بقى بتيجي الخبرات من واقع العمل في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ في الاون سايت يعني او بالتجربه بقى او العمل الحقيقي بقى اللي هي الايمج اوبجكتيف. طيب اخد اجتماع لتقييم مستوى الانجاز مع التركيز على اسباب النجاح والفشل. لما بنقعد لما بيبقى ايه اداره بالاوبجكتيف بنعمل ايه؟ احنا بنقيم مستوى الانجاز. انا اجي في الايرننج فاليو ان شاء الله هنتكلم عليها، احنا اتكلم عليها بريفلي كده في 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 في, في الكوست مانجمنت، بس ان شاء الله باذن الله تعالى هنتكلم عليها سيبريتلي في ايشو قد يكون المره الجايه او اللي وراها هنشوف يعني هنشوف الدنيا هتمشي ازاي. اللي هو انت ازاي بتقيم الانجاز بتاعك؟ الانجاز بتاعك هم ثلاث حاجات زي ما قلنا الكوست والكواليتي. طيب هل انا الكواليتي بتاعتي مظبوطه؟ مش خلاص. طيب التايم بتاعي مظبوط؟ مش هل الكوست بتاعي مظبوط؟ يعني الكوست والكواليتي قلنا ايه تاني؟ الكوست والكواليتي والتايم ده، بس انا متاخر شويه. ماشي، يبقى انا لما بقعد معاه بقول له بقى احنا ايه؟ احنا نجحنا جدا في الكوست ونجحنا جدا في الكواليتي، بس تايم عندي متاخر شويه في الاسبوع مثلا متاخر يوم مثلا ولا يوم ونص ولا حاجه. طيب احنا بقى
اتأخرنا ليه؟ أصل حصل كذا وكذا وكذا، ده مش تقطيع ولا لوم، لا لا، أسباب النجاح مثلا في الكوست، إن إحنا ما كناش بنسيب شكارة أسمنت مفتوحة ونسيبها ونمشي، لا، ما كناش بنسيب مثلا الرمل، باقي من الرمل اللي إحنا عملنا بيه المونة ونسيبه ونمشي، لا، يعني إن إحنا في أسباب نجاح لكل حاجة، سواء زي ما قلنا للكوست أو للكواليتي أو للتايم. طيب أنا التايم بتاعي ليه اتأخرت أنا يوم في الأسبوع ده؟ حصل كذا كذا كذا، مثلا في مواد معينة أو حاجات إحنا مثلا ما جاتش في وقتها، اتأخرت معدة في إنها تيجي في يوم معين، أي حاجة، يبقى إحنا بنعرف بندرس الموضوع بشكل علمي وبشكل عملي وبشكل واضح وبشكل مقنع. يبقى احنا اتاخرنا عشان كذا كذا كذا. طيب احنا ازاي بقى هنتلافى هذا الكلام؟ ازاي احنا الاسبوع الجاي المفروض شغل الاسبوع، ازاي شغل هيبقى عندي شغل ايه؟ 8 ايام. ازاي شغل الثمان ايام خلاص 7 ايام؟ ارتب نفسي ان انا الاسبوع اللي وراها اكون ايه؟ ما يعني ايه؟ يبقى الكوست والتايم والكواليتي بتوعي إيه؟ 3 ايه كويسين، يبقى بلحق في خلال الاسبوع اللي وراه ان انا اصلح الكلام ده كله. عشان كده حضرات الافاضل، ما فيش حاجه اسمها مشروع هينجح من غير ما فيه، لو انت في قطاع المقاولات، اجتماع يومي ان شاء الله 10 دقائق بين مدير المشروع والناس الطاقم بتاعه كل، واجتماع اسبوعي بتقرير بقياس بكل حاجه، وزي ما قلنا المشكلة لما أنا بحلها في ساعتها في نفس اليوم ما بتكلفنيش حاجة، لو اتأخرت يومين تكلفني أكتر، 3 أيام تكلفني أكتر، لو اتأخرت أسبوع هتكلفني أكتر وأكتر، لو اتأخرت مثلا أسبوعين أو 3 أسابيع ممكن تبقى مشكلة ما تتحلش، ويبقى الكوست أوف باد مانجمنت هنا عالي جدا جدا جدا. فكل ما أنا كانت مشاكلي بحلها أول بأول في أون ذا سبوت او في مؤجله تاجيل بسيط ساعات او يوم او حاجه، هتلاقي ان انت ايه، ما فيش مشروع هيقع. دي احد الاسباب اللي هي الايه الاساسيه في نجاح اللي هو فشل المشاريع. ودي برضو ده موضوع لقاء احنا عملناه برضو قبل كده، وموجود برضو كتخرج بشمس محمود مقطعه وموجود على الايه على السايت بتاعنا على اليوتيوب. يمكن تكرار دائره الاداره بالاهداف، يعني ده لازم بنعمل بنحدد جول، يعني احنا حددنا اول للشهر الاولاني وبعدين حدد الشهر الثاني وهكذا، وهي ايه بالاوبجكتيفز. طيب تعديل اوقات العمل اللي كنا بنتكلم عليه في الاول قد يكون ده اللي هو البعد الرابع اللي هو ايه اللي هو التايم اللي احنا المفروض في الاوبريشن لازم نتعلم او نتعود ان احنا نديره صح. لو انا في حته زي ما كنا بنتكلم من بدري بشويه، حته فيها مشاريع كتير جدا وكلهم بيبتدوا الصبح الساعه 8 زي ما قلنا، نفس الكلام اللي بقوله هقوله تاني، مواعيد العمل الرسميه من 8 ل 4 خلاص، فبتلاقي الساعه 8 دي عمرها ما تبقى 8، هتلاقي العربيات مش زحمه كل في الاتجاهات، وهتبقى زحمه جدا، بيبقى ايه؟ بيبقى راش اور، بيضيع فيه وقت كتير قوي، بيضطر انك بقى تمشي بدري وهو الى اخره. فانا لو جيت كمدير المشروع او لو انا مدير المنطقه بقى واتفقنا ان سي 50% او 30% من المشروعات اللي موجوده في المنطقه هتبتدي 7 لغايه 3، و30% هتبتدي من كام؟ من 8 لغايه 4، و30% هتبتدي من 9 لغايه 5، هو نفس عدد الساعات نفس كل حاجه، لكن بقسم التايم ده، يعني البعد الرابع ده اللي هو الوقت اللي بيشتغل بيه صح بيقدر يحقق حاجات كويسه جدا. هتلاقي الراش اور بتاعتك مش ما هياش مش 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 ما تبقاش عنيفه، لما يعني كله بيجي كل مره واحده، دي احد الحاجات اللي هي ايه اللي لازم تندرس صح،
يعني الترافيك ماجمنت اللي عم نتكلم عليه والترافيك ستاديز قد تكون غير مألوفة، قد يكون مش ناس كتير بتفكر فيها، انما انا بكلمكم على ايه؟ على مزج ما بين العلم والعمل. قد يكون مفيد جدا التعديل في عدد ايام العمل او عدد ساعات العمل اليومي، ممكن قوي ايام العمل. مثلا في مشروعات المكتب الفني اللي فيها مثلا بيبقى استشاري او الاستشاري بيجي مثلا بياخد اجازه يومين حق يعني فضل الايه استشاريين وكذا. لا انا بقى كاستشاري انا ممكن ما يبقاش كل المهندسين بتوعي غايبين اليومين دول، يعني لما يغيب مثلا ايه الاجازه جمعه وسبت، لا انا اخلي ناس اجازتها خميس وجمعه وناس اجازتها جمعه وسبت. او لو هو مثلا ممكن لو هو مثلا كريستيان يعني مسيحي مثلا ممكن ياخد حد واثنين او سبت وحد وهكذا. يعني ان انا اعد تعديل اوقات العمل في البعد الرابع زي ما بقول هام جدا 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 جدا. وانا بتكلم دلوقتي عن حاجه رفيعه ديلكت شويه تبدو نظريه لكن واقع الامر ان هي مفيده جدا 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 لو فكرنا فيها بهذا الشكل. فيكون مفيده جدا للتعديل في عدد ايام العمل او عدد ساعات العمل اليومي او مواعيد بدء وانتهاء العمل، وذلك بما يقابل احتياجات ورغبات العاملين وظيفه مرخص. وانا ممكن في نفس المشروع خلي بالنا برضو ده ممكن نفس المشروع ان عندي ناس ساكنه بعيد وناس ساكنه جنب المشروع وناس ساكنه قريب، ان انا اخلي ناس تبتدي مثلا من 7 ل 4 في نفس المشروع وناس تبتدي من 8 ل 5. لا يا ابني يعني مش فرحه ان انا كلنا مع بعض بناكل كل مع بعض، لا يعني التعامل مع البعد الرابع هام جدا 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 جدا. هنا بقى بنتكلم على الايه؟ السيلف مانجمنت اللي هو اداره الذات. ودي اخر حاجه معانا النهارده. السيلف ليرنينج عمليه بتبدو يعني اقول لك سيلف ليرنينج يعني ايه؟ انا هعلم نفسي؟ طبعا. او انا هحير نفسي؟ طبعا بدي نفسي. ازاي بقى؟ من ذلك من خلال استخدام مبادئ واساليب التعليم وتقليل الحاجه الى الرقابه الخارجيه سيلف كنترول سلوك التعظيم. بيقول ايه؟ الاورجنايزيشن بيهيفير ده احد الحاجات والموضوعات الهامه والرئيسيه جدا ولها تفاصيل كتيره جدا في الايه؟ في الـ في الـ في الـ في الـ في الاورجنايزيشن بيهيفير. وانا شخصيا مفكر بجديه ان انا يعني ايه؟ يعني في حاجات ما انا مش هحضرها لسه ولا مجهزها يعني. بس ان شاء الله باذن الله اذا ربنا احيانا هنكمل بقيه النقاط بحيث ان اي حد يقابله مثلا اورجنايزيشن بيهيفير في اي شهاده هو داخلها او ام بي اي او بي اتش دي او اي حاجه يبقى عارف الموضوع من اوله يبقى سهل عليه. يعني بنحاول نحط برضه الامور بشكل ايه؟ بشكل عملي. طيب اداره الذات من خلال استخدام مبادئ واساليب التعليم وتقليل الحاجه الى الرقابه الخارجيه كنترول التنظيم. بمعنى ايه؟ أنا بشتغل في الموقع أنا مش محتاج إن أنا أو العمل نفسه اللي بشتغل. يعني أنا أبغى أذكر أنا بقول هذا الكلام أنا مش أنا مش لا أنا لا أنا في حاجة إن أنا أتكلم عن حد ولا أنا أشكر في حد فات ولا أنا من أنصار أنا أقول بقى إيه لا أصل إحنا كلنا جيل أحسن من الجيل بتاع دلوقتي. لا بالعكس أنا أقول إن جيل الحالة دلوقتي ده اللي بيتميز جدا ويبقى ممتاز لان الامكانيات اللي معاه يعني قويه جدا وتسهل له كل حاجه. انا كنا بنعمل الماستر ونروح نوصل المكتبه بال10 ساعات ننقل بالورقه او بالقلم من المراجع او من المجلات العلميه والى اخره عشان نعمل الماستر بتاعنا. في الدكتوراه كنا بنشتغل بالبيزك حاجات يعني الحاجات اللي بتاع زمان اللي هي وفي والفورتران والحاجات العيله الحاجات كلها. النهارده انت الحاجات كلها جاهزه وتحت ايدك تقدر ان انت تسهل بالنسبه لك يعني. فاللي عايز اقوله ايه بقى هنا؟ تتحقق الكلام اداره الذات ازاي؟ استخدام مبادئ واساليب التعليم وتقليل الحاجه للرقابه الخارجيه. انا مش محتاج حد
يقف على ايدي. بمعنى ايه؟ يعني انا شخصيا كان من زمان، مش عايز اقول لكم كام سنه عشان ايه؟ ما تقولوش بقى الراجل ده عجز. انا بالنسبه لي العمر ده عدات. يعني في حاجات مش هقول لكم بقى سيدنا ابو ذر بقى حارب وعنده 90 سنه ولا سيدنا مين، لا. ديمينج صلح، بدا يشتغل في امريكا وصلح فيها وعنده 80 سنه، وعاش لغايه 94 سنه، في 14 سنه قلب امريكا وفهم يعني ايه كواليتي ويعني ايه توتال كواليتي مانجمنت ويعني ايه سيكس سيجما والكلام ده كله اخره، من سن 1980 لغايه 1994 سنه ما مات. هو يعني دي قصه ثانيه بحكي لكم ان شاء الله، واحنا بنتكلم على الكواليتي وعلى ديمينج اللي هو ديمينج سيركل اللي هو اول واحد يعني علم الناس كلها، العالم كله نشر الكواليتي في اليابان يعني. طيب ان كان الراجل انا لا انسى شكله لغايه النهارده، كان بيعمل لنا قواعد خزانات كبيره، خزانات بترول كبيره في مكان ما هنا في اسكندريه، خزان بترول، حداد مسلح، راجل كبير حداد مسلح، وقاعد بيظبط التسليح بتاعه والحديد بتاعه وبيركبه وبيرستكه وبيربطه، ما فيش مهندس يقدر يرسم اللي هو بيعمله في الطبيعه بالملي. تتفرج على الشغل مش محتاج حد يبص عليه، مستحيل تلاقي وراه غلطه، ده اللي هو بيسموه ايه؟ ما انتش محتاج رقابه خارجيه، انا سيلف كنترول لنفسي. فانا برضو كمهندس او انا ك مش مش لازم كمهندس ك ك كديزاينر مش محتاج ان انا يبقى ليا مدير فوق مني ان هو ايه يمشي وراه بقى ويقول لا دي كده ولا دي كده ولا دي كده، ولا انا في الموقع مثلا كنجار مسلح محتاج مثلا ان المهندس يقول لي لا ده انت دي الجنب ده انت مش مظبطه، لا ده مش على الخيط، لا ده مترحل، مش محتاج. خلاص يبقى ايه مبادئ واساليب التعليم تقليل حيره الرقابه الخارجيه، ما عنديش اكسترنال كنترول بتاعي انا اللي هعمله. علاقتي مثلا كسلوك تنظيمي مع زمايلي اللي معايا مش اجريسيف، بالعكس احنا بنحب بعض وبنضحك مع بعض، فاهمين كويس قوي ان احنا قوتنا في ان احنا ايد واحده، قوتنا ان احنا قلبنا على قلب بعض، مش نبقى ثلاث انفار وواحد بس يدور وشه ويتحرك 20 متر يفضلوا الاثنين التانيين يتكلموا عليه وفي وشه، يعني قصدي دي قوتنا، قوه الفريق. خلاص تتحقق ايه بقى باستخدام ايه؟ اساليب التعلم الاجتماعي السوشيال ليرنينج، التقليد المحاكاه للسلوك التنظيمي المطلوب. يعني انا لو انا بشتغل مع مدير دايما احنا في اول حياتنا وهنذكر ناس كتير بالخير يعني الله يرحمهم الناس، احنا كنا بنجري ورا المدير المهندس المدير بتاعي اتعلم منه بتصرف ازاي وبستلم ازاي وبعمل ازاي، بس يعني يسمح لي بس ان انا ايه ابقى ايه جنب منه، محدش والله منع عننا اي حاجه. اذا كانوا اساتذتنا الكبار في كليه الهندسه اللي اتعلمنا عليهم ازاي نصمم وازاي نتعامل مع الـ مع الـ مع الـ مثلا لو انت استشاري في حته، لو انت بتستلم في مكان، ازاي تتعامل مع الناس وازاي تتعامل مع اللي بيشتغلوا. فدي تقليل المحاكاه بقى سلوك التنظيم المطلوب، يعني كل واحد بتعلم منه الحاجه اللي هي اللي لازمه بالنسبه لي. انا في الموقع بتعلم من مديري اللي في الموقع، انا في المكتب بتعلم من المدير اللي بيشغلني اللي بشتغل على ايده. يعني مثلا ناس كتير جدا دلوقتي يقول لك ايه، انا بشتغل في الديزاين بقالي 7 سنين. معلش انا مش قصدي حد ولا حاجه. طيب اشتغلت مع مين؟ لا ده انا مع نفسي، انا بعمل ديزاين مع نفسي بقالي 7 سنين. اللي يقول لك كده تعرف على طول ان هو، انا اسف ان بقول يعني، ما ينفعش انك تشتغل ديزاينر من غير ما تكون شغال مع واحد يعرفك يعني ديزاين. ناس كتيره جدا فاكره ان الديزاين ده ان انت عمال بتحسب وبتطلع لوح، لا بتحسب وتطلع لوح ده دي خطوه بعد ما تظبط السيستمز بتاعتك وكل حاجه،
مش بتكلم على المدني او الانشائي او المعماري، لا لا، النظام السيستم بتاعك ميكانيكا، كهرباء، تكييف، صحي، اي حاجه. انا كان لازم اكون اتعلمت على ايد واحد استاذ، اتعلمت منه التكنيكال، واتعلمت منه ازاي اتصرف مع الـ مع 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 يعني كاسلوب تنظيمي. انا باخد يعني نقول الله يرحمه فلان الفلاني، احنا اتعلمنا على ايديه، مش اتعلمنا على ايديه بقى الهندسه بس او الخبره العمليه بس، لا. يعني انا اذكر قريب جدا قريب جدا كنت بتكلم مع واحد مهندس، مهندس كبير، مهندس كبير يعني اكبر مني سنة، اقول الله يرحمه فلان الفلاني كان اتعلمنا على ايده. انا بصيت له كده، كان يعني كان استاذ الكبار وكل حاجه، لكن كان فيري اجريسيف، كان بيتجاوز حدوده في حاجات كثيره جدا. الله يرحمه بقى جميعا يعني، احنا ما يعني انما ما بتبقى متعلم على ايد واحد كومي فوق زي ما بيقول الفرنساويين، بتتعلم منه التكنيكال، تتعلم منه السلوك نفسه، بتطلع حاجه ثانيه. انا استاذي فلان بفرح بفتخر بقول انا استاذي فلان، مش اتعلمت منه الهندسه بس، لا اتعلمت منه الاثكس والخلق، وازاي اتصرف وازاي ابقى لين وازاي ابقى مرن. خلاص، فلقيته بيقول لي، فانا بقول بقى بقول له خلي بالك، هو كان اسمه على اسمي يعني، يا باشمهندس كذا كذا كذا، ده الراجل ده كذا كذا كذا. قال لي اهو ماله، بس هو علمنا ازاي نبقى مش عارف ايه. طبعا انا ايه ما قدرتش ارد عليه، بس انا قلت له يعني ايه، انا شخصيا ما ينفعش بقول لك ده كان بيقطع لنا اللوح، وكان مش عارف ايه بيحدفنا باللوحه يقلبها على وشنا. اتكلم عن ايه؟ هي دي استاذيه؟ مش استاذيه ولا هي تعليم. يبقى انت، انما احنا اللي علمنا ازاي نقعد على اللوحه، ازاي نختار السيستم بتاعنا، ازاي نتعامل. احنا يعني عندنا زمان في حاجه اسمها رسامين، الاثكس، الاثكس انت بتتعلمها من استاذك اهم بكتير جدا من التكنيكال. التكنيكال بيعلموا لك صح. عشان كده الاساتذه بتوعنا بتوع زمان نظل نذكرهم بالخير، ونظل نذكرهم الاستاذيه، ودي اللي اتعلمها هنا في السوشيال ليرنينج، ازاي ان انا اعلم واتعلم، وازاي اوصل لمستوى تكنيكال وماجيريال وبرودكشن وخلقا يعني. طيب، من خلال التعزيز الذاتي للسلوك السيلف ريفورسمنت، بمعنى ايه؟ انا ما حصل يعني، انا مش لازم، انا انت لما تيجي تشتغل وانت لسه شباب، محدش بيقعد معاك ويقول لك انت امشي اعمل كذا، روح اعمل كذا، اعمل كذا، يعني مش ايه، مش خطوه خطوه. لا، قد يكون في الاول يعني، انا بيرسونال دلوقتي لما اي مشروع ببقى التوب بتاعه ما حدش متدخل فيه، انا التيم بتاعي واحد واحد بقعد معاه اقول له تعمل كذا 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 كذا، ابقى فاهم ايه عندك التكنيكال اوفيس، اوري له هشتغل ازاي ونظامنا ايه وعايزين ايه ومطلوب ايه ومطلوب كذا 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 كذا. هقعد مع الكيو اي كيو سي اقول له احنا هنعمل ايه ونسوي ايه والكلام ده كله، هقعد مع الاتش اس اس اي، هقعد مع الكونستراكشن انجينيرز كله او كونستراكشن مانجر، كل واحد فيهم بتكلمه ونتفق معاه هنشتغل ازاي. وبعد كده هو بقى بيشوفني انا بشتغل ازاي وبعمل ازاي. ليه بقى؟ لان انا كمدير مشروع، ما هو كل واحد من دول انا في يوم من الايام كنت بشتغل في ايدي في الموقع بستلم، وفي يوم من الايام كنت قاعد على روحتي برسم بالمسطره التي والمثلثات والحاجات بتاعت زمان اللي ما حدش شافها دلوقتي. في يوم من الايام انا كنت بنزل الموقع في وسط العمال وتعلمت من المدير ازاي اتعامل مع ده واتعامل مع ده وازاي اتعامل مع ده. طبعا القصه مش قصه ان انا بتعرف ان انا يعني ببقى يعني اجريسيف مثلا، او اتعلم منه ان انا ابقى مش عارف متطاول، لا. كل حاجه ليها، كل موقف له طريقه معينه في التعامل. يبقى انا اداره الذات دي اللي انا بشوف بعيني موديل وبنفذه بطبقه عليا. جوهر الاداره الذاتيه
اتمثل في قيام الفرد بملاحظه سلوكه الشخصي. انا بقى اللي ببص لنفسي وبقارنه بمعايير سلوكيه مقبوله. يعني هل انا يعني لما افكر استاذي مثلا اللي علمني هل كان بيتصرف كده؟ او لو انا مثلا مهندس موقع في مهندس اقدم مني شويه وانا معجب بيه وسلوكه وبتاع، هل فلان الفلاني اللي هو متميز سواء كان رئيسي او مش رئيسي يا زميلي، هل هو في المكان ده هل كان هيعمل اللي انا بعمله ده؟ طبعا دي معايير سلوكيه. ده دي الحاجات اللي هي موجوده في الايه؟ في الاورجنايزيشن بيهيفير، في العلم ده. يعني جوه الاداره الذاتيه قيام الفرد بملاحظه السلوك الشخصي بنفسه، يعني انا براجع نفسي بنفسي وبقرر معايير سلوكيه مقبوله، ثم مكافاه نفسي في حاله نجاحه. مكافاه نفسي بقى مش هاخد مثلا 200 جنيه من جيب اليمين احطه في جيب الشمال، لا اكافئ نفسي بحاجه يعني ايه يعني كويسه، يعني اجيب لنفسي حاجه بحبها، يعني ادلع نفسي زي ما بيقولوا في الـ في الـ يعني ان انا دي اداره الاداره الذاتيه او السيلف مانجمنت. طيب طريقه اداره الذات جمع البيانات من خلال الملاحظه الذاتيه. يعني انا وانا بتصرف مش ساعات بتلاقي الواحد قاعد كده بيفكر يا ربي الله، طب انا ايه اللي خلاني اعمل كده؟ يعني يعني ايه حسيت ان انا اخطات خطا معين او صرفت تصرف معين، انا ايه اللي خلاني اقول الموضوع الفلاني كذا كذا؟ يبقى انا براجع نفسي بقى، اخطات انا مره ما اخطاهاش تاني. يبقى انا بقى ايه بعمل البيانات من خلال الملاحظه الذاتيه، انا الاحظ نفسي واحد تصرفاتي. انا بالنسبه لي مثلا قعدت من 3 اروح متاخر، طب ليه؟ يعني اقعد ادرس بقى اقول انا مثلا اتاخرت مثلا امبارح 10 دقائق، اول امبارح 5 دقائق، النهارده متاخر 5 دقائق 7 دقائق عن الشغل. ليه؟ ايه؟ يعني انا البيانات دي اقعد احلل بقى، هل انا جاي في مواصلات مثلا اتاخرت بشكل معين؟ هل انا مثلا كسلت الصبح مثلا قمت متاخر؟ هل انا يبقى انا ايه يعني بلاحظ انا بتصرف ازاي وبعمل ازاي عشان ابرفورم زي ما مطلوب مني. دي اول حاجه، دي طريقه اداره الذات جمع البيانات من خلال الملاحظه الذاتيه، بلاحظ انا عملت بعمل ازاي. طيب لاحظ النماذج السلوكيه للاخرين، التعلم بالملاحظه او التعلم الاجتماعي زي ما كنت بقول دلوقتي. انا فلان الفلاني ده اللي هو زميلي اللي اكبر مني بسنه بسنتين ثلاثه او اصغر مني حتى ومتميز، يعني سلوكه متميز، نخلي بالنا يعني التميز ده مش 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 مش, 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 مش حاجه كويسه. بمعنى ايه؟ يعني في ناس بتبقى اجريسيف جدا وبتعيش اللي معاها تحت ضغط وبتاخد منهم اللي هي عداوه اكتر بضغط او باستبداد او باساليب مش عايز اقول لا اخلاقيه، بس هم فاكرين انها اخلاقيه. يعني انا اذكر كنت بشتغل في مشروع كبير وكان مدير المنطقه كان صديق لي، يعني كان له ملاحظه حبيبي يعني من الناس المهندسين العظام يعني مدير العظام، يقول لي انا عندي المهندس في الموقع زي الحصان، حطيت له حتتين هنا كده وما يشوفش غيره، ما يفعلش غير في الاتجاه اللي انا ايه حددته له ورايح له فيه. طبعا انا ضد الكلام ده خالص، قد يكون هو بينجح نجح بهذا الشكل بس ده مش صح، رايي مش صح. فطبعا انا ما انقضوش، خلاص هو مدير المنطقه وهو الشيء بتاعه، خلاص هو دي وجهه نظره، لكن انا ما اخدش دي بقى وايه اعلمها واطبقها. لا يعني مش دايما الاحظ ان يعني انا بقول النماذج السلوكيه للاخرين ايه اللي عمله وايه اللي ما عملوش. بمعنى ايه؟ حتى انا دايما برضه في كلمه بقولها دايما برضه لمهندسين كتير او لناس بيشتغل كتير في مهندسين في المواقع بالذات او حتى في الديزاين في اي حته، خلي بالك انت لو اشتغلت في حته، يعني لو اشتغلت في شركه اجنبيه مثلا وكل حاجه فيها ببروسس
وبروسيجرز 100%، وانت بتشتغل حته قد كده قد كده هتلاقي نفسك ممتاز وبتدي برودكشن حلو وكل حاجه ماشيه صح 100%. فدي حاجه جميله جدا جميله جدا كبرودكشن في المشروع. انما ليك انت بقى لو انت اشتغلت في حته فيها اخطاء هتتعلم الاخطاء، بس مش علشان تنفذها، لا عشان تتلافاها. يعني انت لو بتشتغل في مكان فيه اخطاء كتير في الكونستراكشن او في التصرفات او في السيستمز، يبقى انت بتتعلم ما تعملش ايه عشان تنجح. يعني مش لازم الملاحظه السلوكيه للاخرين ان انا اتعلم منه اعمل ايه. لا، ده انا هتعلم منه ما اعملش ايه عشان انجح. يعني أنا اشتغل في مشروع مثلا مع الشباب، انا شخصيا اشتغلت في مشروع اول حياتي خالص خالص كان فاشل، كان فاشل وواقع واستلم ده يعني مش عايز اقوله. اول حاجه اشتغلت في الاول شويه، وبعدين ده دخلته بقى، كان عندي حاجه اسمها تكليف زمان. دخلت على المشروع لقيت فيه كميه مشاكل من الزميل اللي كان قبلنا، حاجات مش كويسه، وهو يعني الايام عدت وكل حاجه اتعملت، فاضطريت ان انا اكسر حاجات كتيره جدا وتعلمت منهم حاجات كتيره جدا جدا جدا. لما تشتغل في حته مثلا لو في مجال الهندسه واشتغلت مع واحد امكانياته الفنيه يعني مش قويه، وبيقول في حاجات يعني بره البيهيفير بره السنس، تتعرف ان في حاجات لازم ما اقولهاش. يعني انا في المكان ما اقولش كده، في منطق في عقل في النهارده حاجات كثيره جدا اقدر اعرف من الصح من الغلط. عندنا الحاج جوجل نقدر نعرف منه كتير جدا، عندنا الكتب في ماليه المراجع ماليه الدنيا من اخرها. فان انا مش يعني ان الاحظ النماذج السلوكيه عشان اتعلم او عشان ما اعملش اللي هو بيعمله. يعني احنا اشتغلنا مع ناس كانوا ما كانوش ايثكس، يعني ما كانوش يعني كانوا يعني سامحين لنفسهم ان هم يكسبوا حاجات غلط. فانت بتشوفه وبعرف ده بيتعمل ازاي وايه 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 عشان ما اعملهاش. طيب، حدد اهداف السلوك، تحديد عده اهداف في الاجل القصير. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا مثلا في حاجات بتبقى حاجات عامه وحاجات بتبقى خاصه. يعني انا في مشروع في هدف ان انا انهي المشروع ده لهدف الاستراتيجي، حسامين الاستراتيجي، هو مش استراتيجي ولا حاجه، يعني نهايه المشروع تخلص في الشغل طيب وكذا كذا كذا كذا. في هدف بقى في الاجل القصير بنقول عليه الايه؟ المايلستونز. المايلستونز فالمايلستونز دي هخلص ده امتى في وقت قد ايه يعني كده. في حاجات بتبقى يوميه تخلص يوميه خلاص. النقطة الرابعة، قوية الإدارة تزداد التكرار والتدريب، التكرار والتدريب على السلوك الإيجابي. زي ما قلنا إن يعني لو في سلوك سلبي أشوف ما هو إحنا مش كل حاجة بتبقى إيه إيجابية عندنا، يعني في سلوك بيبقى سلوك سلبي. طيب، السلوك السلبي ده انا بشوفه وبعرفه، ابعد نفسي عنه وابعده من نهايه حياتي خالص. وايه وافضل مع التكرار بقى وادرب نفسي ان انا اعمل الحاجه الايجابيه لو هي مش عندي، وابعد عن الحاجه السلبيه لو هتقرب مني. التعزيز الذاتي بقى، المكافاه، كافئ نفسك، كافئ نفسك بالطريقه انت بتحبها بقى. روح خد زوجتك ولادك وتفسحوا، روح مثلا اقرا بنفسك فرصه انك تعمل حاجه بتحبها وهكذا. اكافئ نفسك بالطريقه اللي تعجبك وتريحك. وسائل اخرى بقى في اداره الذات، في التخلص من العادات الذاتيه لتضييع الوقت. وكلنا هذا الرجل، كلنا هذا الرجل، يعني دايما يعني دايما يعني مفت في ايام اقول انا النهارده ما عجبنيش اليوم،
مني وقت ان انا ما ركزتش، ان انا مثلا بفكر في حاجات اوفر، بفكر في حاجات كتير قوي مره واحده. فلازم ابقى ايه، ابقى عاداتي الذاتيه ان انا اظبطها، ما اضيعش وقتي. اداره وتنظيم الوقت ذاتيا برضه، ابقى انا ليا نظام معين في وقتي، حتى لو انا ما بروحش الشغل او الى اخره، عارف ان انا بصحى الساعه كذا، بقعد مثلا الصبح بعمل، بصلي، بعمل حاجه، باخد دش ازاي، بظبط نفسي ازاي، بقعد اقرا ايه، اعمل بنفسي برنامج للقراءه او برنامج للتطوير او برنامج لهذا الكلام. تجنب الضغوط وعمق اثارها السلبيه في العمل. البريشر احنا اتكلمنا عليه في لقاء قبل كده في المحاضره لوحدها، ان ده الوركينج اند بريشر. احاول على قد ما اقدر ان انا ما اشتغلش تحت ضغط. هو طبعا يعني دي عمليه مش سهله، لكن بشكل او باخر لما بيبقى فيه نوع من انواع الضغوط ومعاكس اثارها السلبيه في العمل. وده نظام الاولويات، الاهداف المفروض تحقيقها. لازم ابقى عارف ان انا مثلا انا عندي كذا حاجه بقى عايزه تتعمل. الاولويات دي حاجه مهمه جدا، اعمل ايه الاول، ايه بعديها، اللي بعديها، اللي بعديها، اللي بعديها. ودي حاجه مهمه جدا ان الاولويات تبقى البرايورتيز، برايورتيز، اعمل ايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه ثم ايه. فدي مهمه جدا. التنميه الذاتيه من خلال الاطلاع والقراءه والحضور على المعرفه وتعزيزها. لازم تدي نفسك ساعه ساعتين كل يوم على قد ما تقدر ان انت بتقرا وتطلع عشان تزود معرفتك، تقوي في المعارف اللي عندك. انا مش بقول لك ما تستمتعش بوقت بحياه ثانيه. انت بتحب المزيكا، بتلعب مزيكا، ماشي. انت بتحب مثلا حاجه معينه، ماشي. ده مش طبيعي وقت، ده انت ايه ازاي، دي يعني الليجر تايم بتاعك يعني. يبقى انت برضو ايه، انما لازم 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 يبقى عندك ايه، الاطلاع والقراءه والسؤال ما نتكسفش من بعض وما نتحركش من بعض. التنميه الذاتيه من خلال التدريب والممارسه. يعني انا مثلا ما اعرفش يعني ايه مثلا اداره مشروعات. اقعد بقى على النت بقى وادور بتاع، اعرف مين اللي عايز اعرف منه يعمل منه ايه، كذا كذا كذا. عايز مثلا اتدرب على حاجه معينه، ادور على مثلا، انا ادور دوره تدريبيه في موضوع معين عايز اتخصص فيه. فانا بنمي ذاتي، ممكن اروح اخد دوره، ممكن ان انا اعملها من نفسي ليا لنفسي. طيب بعدين تحديد نقاط الضعف ونقاط القوه في الذات والعمل على معالجه مجالات الضغط وتاخير مجالات القوه. انا بعمل صوت اناليسيس لنفسي. يعني انا عندي نقاط ضعف وعندي نقاط قوه، اقدر بقى ان انا نقاط الضعف بتاعتي دي اعالجها ازاي؟ وعادة برضو الضغط اللي بيجي من نقط ضعف عندي. يعني مثلا لو حد مثلا بالنسبة لي بيرسونالي، لو حد جاي جنب مثلا نتكلم في غلط في حاجة تخص مصر مثلا، أو تخص الدين، أو تخص مثلا ربنا، أو تخص شرف، يعني إذا قدرت أمسك نفسي بكافئ نفسي. يعني في حاجات يعني بتسبب لك الضغط، بتخليك عايش في ضغط نفسي. يعني لازم تفرغه بقى، فتفرغه بايه؟ تفرغه بشكل ايجابي يعني. وتضغط في الذات والعمل على معالجه مجالات الضغط وتقرير مجالات القوه. عندك القوه بتاعتك فين؟ الحاجه الفلانيه وحاجه فلانيه وحاجه فلانيه، دي اللي ايه؟ اللي انت يعني بتدير ذاتك يعني. طيب هنا بفضل الله سبحانه وتعالى احنا خلصنا البرزنتيشن النهارده، وده جزء من الاورجنايزيشن بيهيفير زي ما اتكلمنا في الاول. و الساعه دلوقتي كام؟ ايه ده 9 ل 10، احنا بقى لنا ساعتين. والله انتوا يعني كتر خيركم يعني استحملتونا الساعتين دول. بشكركم جدا، ودعوة ان نبتدي. اي حد له سؤال، اي حد له استفسار، اي حد يخطر على باله اي حاجة، سواء في موضوع اللقاء ده او في المواضيع اللي فاتت او في حاجة عاوز يعرفها، احنا تحت امركم.
هشكركم بس بعد ما نخلص بقى مع بعض ان شاء الله. اشكركم على حضوركم، وبشكر الباشمهندس عمر، وبشكر كل القائمين على اداره هذا اللقاء، وشكرا جزيلا. دكتور حسين، يعني أنا سعيد جدا إن أنا كنت جزء من هذا العمل العظيم. يعني أنا كل مرة كنت بقول يا ترى المرة الجاية في إيه، ما كل حاجة اتقالت، بس كل مرة بتفاجئ إن في حاجات أجمل، وبصراحة حاجات أنا شخصيا استفدت منها كتير جدا. فأنا حابب أشكر حضرتك بشكل شخصي يعني، وبالنيابة عن كل زملائي يعني. ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك. نقدر لو حد ليه أي سؤال للدكتور حسين يتفضل. أنا عندي استفسار وتعليق، يعني أنا عندي تعليقين حقيقة. أمور والله جزاك الله خيرا يا دكتور حسين على المحاضرة الجميلة دي. حضرتك أشرت لنقطتين يعني مهمين جدا في المحاضرة، حبيتهم قوي. أول حاجة إن المعلم لازم يعلم الإيثكس قبل ما يعلم التكنيكالز، طبعا. دي مهمة جدا يعني. والله أنا أعرف، يعني أنا كان بيدرس لي واحد ربنا بقى يجازيه، كان بيقطع فعلا الشتات زي ما حضرتك بتقول، وبيتريق وبيسخر من الديزاينز بتاعت الزملاء، وكانوا معجبين بيه جدا. هو ده الغريبة، يعني إن احنا مجتمع بيحب السادية أو بيحب الناس الأجريسيف، أنا مش عارفة جاية إزاي مع الناس بصراحة. بس دي حقيقة يعني غريبة جدا. دي حاجة. تاني حاجة حضرتك برضو المحاضرة جميلة. لسبب تاني، ان حضرتك بتقول لنا ان البروجكت مانجمنت مش بس تكنيكالز. انا ممكن اكون تكنيكالز عالي جدا بس ما عنديش مهارات شخصية ومش دارس تنمية بشرية اقدر اتعامل بيها مع بقية الناس، ومعرفش حتى اخد حقي ولا اصرف مستخلصاتي ولا اسلم استشاري ولا الكلام ده، عشان انا ما عنديش تنمية بشرية، مش عارف اقدر ذاتي، مش عارف اقدر شغلي، مش عارف اتعامل مع الناس. ياما علماء كتيره جدا عندهم علم واسع بس مش قادرين يوصلوا ده لانهم ما عندهمش كوميونيكيشن سكيلز. وللاسف احنا بقينا نستهتر بحته التنميه البشريه، يقولوا التنميه البشريه دي واحد يطلع يقول كلمتين ومهارات حوار ومش عارفه ايه وكده. لا، دي تنميه حياه فعلا. فربنا يبارك لك يا رب على المحاضره الجميله دي، الله يخليك، وأتمنى أحضر حضرتك محاضرات كثيرة كده بالمنظر ده. شكرا يا دكتور حسين. شكرا باشمهندس اكرام. واي وقت اي حاجه انا تحت امر حضرتك، لو ما حضرتيش اللي فات كله خش على اليوتيوب، وباشمهندس محمود مظبط الدنيا كويس قوي وتحت امرك يعني. شكرا يا باشمهندس. في اي سؤال تاني؟ مصطفى مرعي. ده داخل. اهلا بيه، اهلا بيه. طب في اي لقاء تاني؟ اي حاجه حد عايز اي حاجه، او في القديم او في الجديد، او قبله مثلا مشكله في اداره المشروع او اي حاجه؟ يعني احنا دايما بقول هذا الكلام، يعني احنا هي مش قصه، احنا مش قصه، احنا محاضره مثلا بنتكلم على كلام جامد او الى اخره. لا، انت شفته الاجزاء، الحاجات كلها يعني ايه، بسيطه، وحاجات كلها يعني موضوع الاداره يعني جميله جدا، وما فيهاش تحت امرك. كل النقط حضرتك يا دكتور اللي حضرتك اتكلمت فيها النهارده تكاد تكون نظريه عند ناس كتير جدا، ولكن للاسف هي شيء مهم جدا. يعني اغلب يعني 95 من النقط اللي حضرتك اتكلمت فيها النهارده ناس كتير جدا بتتعامل معاها على انها شيء نظري، ويا سيدي كبر مخك و و و، ولكن للاسف لو اتبعنا الخطوات دي، او لو اغلب المديرين اتبعوا الخطوات دي، اعتقد هيبقى في تحسن كبير في في في, في النماذج الاداريه كتير يعني. ما هو ما هي دي النقطه اللي احنا بنصمم عليها يا باشمهندس. بمعنى ايه؟ ما اصل كل واحد له يعني ايه حظ معين في التكنيكاليتيز بتاعته. في ناس لما اتخرجت اشتغلت مع اساتذه كبار. خلاص، احنا الحقيقه يعني الله يرحمهم، يعني مثلا دكتور محمود حلمي، دكتور عادل البركات، دكتور جوده، دكاتره كبار جدا احنا اتعلمنا على ايديهم. يعني دكتور احمد فهمي، ناس اساتذه كبار جدا يعني ناس كانت بترفض تبقى وزير. ف يعني اتعلمنا منهم الاثكس، ثم التكنيكال في شغلنا. الله يرحم برضه الناس اللي علمونا، يعني جوزكم بالخير، مهندسين كبار،
مش دكاتره ولا حاجه، مهندسين كبار اتعلمنا منهم شغل السايت، اتعلمنا شغل التنفيذ، اساتذه كبار علمونا منهم. الله يرحمه الدكتور عبد الفتاح محمود، ده كان يعني اصغر مني لما انا لما كان باخد منهم المحاضرات، والراجل كان بيدرسني وانا باخد لما اخذت سيرتيفايد بروجكت مانجر انترناشونال، يعني كان بيدرس لنا تايم مانجمنت وكوست مانجمنت والى اخره. وغزر لي في مشروع انا كنت ماسكه ايامها، مشروع كبير، وقال لي المشروع ده صغير عليك وانت ما شاء الله عليك كده، يعني جزرني مخصوص استاذ، استاذ الله يرحمه، الاستاذ الله يرحمه. فيعني انت، وبعدين في ناس اشتغلت مع شركات اجنبيه فبتاخد خبرات معينه وطريقه معينه بطريقه معينه، لما بيتنقلوا في حته ثانيه ما بيعرفوش يشتغل. في ناس بتبتدي مع مقاولين صغيرين فبتعيش مده كبيره جدا، يعني القصد ان انت بدايه حياتك بتتعلم منها حاجات كثيره جدا وبتلزق معاك بقى. فما تصممش ان كل اللي اتعلمته صح، هو ممكن بيبقى صح، خلي بالك، يعني انت لو بتشتغل في شركه صغيره بتتعلم كل حاجه، كل حاجه، كل حاجه. لو انت اشتغلت في شركه كبيره بتبقى ترس في نظام كبير، فدي بتتعلم الجوب بتاعك بيبقى واسع، وفي اللي بيشتغل في شركه اجنبيه بيبقى الشغل بتاعك ايه اعمق، بيبقى متخصص اكتر. هو ده بقى الايه؟ اللي هو التوسيع الوظيفي وتعميق الوظيفي. يعني بتشتغل مع شركه صغيره بتوسع الدائره بتاعتك، بتعمل كل اكتيفيتي في السايت كمهندس. لو انت تشتغل مع شركه اجنبيه بتعمل بيحصل ايه؟ بتتخصص في حته معينه، بتبقى ترس في جهاز كبير، فانت بتبقى ايه؟ بتبقى بعمق بقى في حته معينه. فده لها ميزه ودي لها ميزه يعني. فيعني الشغل في شركه صغيره ليه وقت، والشغل في شركه كبيره ليه وقت، مفيش حاجه احسن من حاجه، ومفيش حاجه ينفع تستمر على طول او تاخدها من البدايه للنهايه. بالظبط بالظبط بالظبط. يعني انا شخصيا يعني انا يعني ايه، بس انا اساسي ظروف الدنيا اختلفت، خلي بالك ظروف الدنيا اختلفت. القصد دلوقتي يعني ايه، هو طبعا دي اجزاء ربنا بيكتبها لحد، محدش دور. يعني انا ما كان ليش دور ان انا مثلا اشتغل في اول حياتي مثلا مع خلاني كانوا مقاولين وتعلمت منهم كل حاجه بايدينا، يعني خرسانات بياض ده كل حاجه بنعمل بايدينا. وبعد كده اشتغلنا بقى خلال حياتنا بقى مع شركات كبيره، مع تكنيف، مع تشيولا، مع شركات اجنبيه اشتغلت معانا ككونتراكتورز. يعني دي ده رزق او ربنا كاتب حاجه معينه. بس الدور بقى ان انت باي مكان تشتغل فيه، في اي سيستم تشتغل فيه، تكسب منه المميزات بتاعته، وده اللي بيعمل لك تكوين لقدراتك الفنيه والاداريه. وبقت سهل النهارده ان انت مثلا بتدخل، يعني انا مش بشكر في حاجه، بس انت بتاخد الخبرات وانت اسهل من الاول، يعني بنقدر ان احنا نوصلها يعني باذن الله. صح. الواحد اليومين دول بيبقى قلقان من التقصير في حق نفسه من طريقة التطوير والتعلم، لأن مقارنة بأجيال سابقة يعني كان الموضوع أصعب عليها بكتير، إحنا الموضوع أسهل علينا دلوقتي. فمع الوقت الواحد يعني بيخاف يبقى في يوم من الأيام أكيد ربنا هيحاسبه على 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 تقصيره في حق تطويره نفسه. كلنا كلنا والله، خلي بالك تطوير النفس ده مش مرتبط بحاجة. أنا شخصيا ببذل جهد كبير جدا إن أنا يعني أقرأ وأطلع وأعمل حقيقة، يعني حقيقة يعني للأسف الواحد يشتغل مع ناس لما كان بيسألها في حاجة تكنيكال أو حاجة من الـ من الـ من الـ من التكنولوجيا المعاصرة أو 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 من طريقة التطوير المعاصر، كان يا إحنا كبرنا بقى على الكلام دوت، والكلام ده للشباب الصغير اللي زيكم و و و. بس حضرتك هدت لنا كل الأساطير دي بصراحة. لا 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 لا، الكلام ده مش موجود. بس خلي بالك من حاجة برضه، ودي حاجة لاحظتها برضه في الفترة الأخيرة، إن غياب يعني المهندسين القدام شويه، في يعني اللي اتغربوا وطلعوا بره بقى وراحوا، طبعا دول بيطلعوا عشان انا كنت احد الناس دول، يعني سافرنا بره واشتغلنا وكده. ففي جيل جديد هو جيل كويس قوي الحقيقه، لكن المشكله في ايه؟ ان هو اتعلم حاجات مش صح، فبيبقى فاضل ان هو بيفضل معتقد
ان هو ده الصح. ولما تيجي انت بقى تقول له عليها ان دي غلط، انا كنت تعمل كذا 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 كذا، ما اقتنعش. انا بتكلم حقيقه يعني، هو خلاص بقى يعني اتبنى الحاجات اللي عنده يعني، اتعلمها من الموقع، اتعلمها من حتى من صناعيه او من عمال او من يعني، اتعلمها بشكل غلط واعتبر ان هي دي الصح يعني، مش حاجات شفتها بعيني. بس طبعا انا ما اقدرش يعني، يعني ايه ما للاسف للاسف، فدي احد المشاكل اللي هي ان كل جيل المفروض لازم يدي كل اللي عنده للجيل اللي وراه، لازم دي امانه، دي ethics، دي امانه. لان هي يعني حتى لما يعني انا عاده مش من اثار ان انا اقول ايه، لا ده انا ايه يعني، انا الجيل بتاعنا احسن من اولادنا، لا لا ابدا ابدا ابدا. كل جيل أحسن في وقته، كل جيل هو الأعظم في وقته. لا 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 لا، خلي بالك معلش، لا لو انا بدات ادعي ان الجيل الحالي ده اوحش من جيلنا، يبقى انا اللي غلطان مش هو. يعني انا ما اعرفش اطلعه صح. تمام. معلش انا يعني ايه، انا مش يعني مش ما عنديش مش بلوم نفسي شخصيا بيرسونالي، لا انا بلوم الجو العام اللي هو ساب بيسيب ساب المهندسين الصغيرين ويجيب مثلا، شوف مثلا مهندس مدني مثلا في مشروع قريب متخرج ما بقالوش سنه وبيشتغل مع مهندس معماري، وعمال بيراجع بقى في تشطيباته وبيراجع في اصلاح خرسانات وبيراجع بيراجع بيراجع بيراجع، طبعا قمه في عدم المعرفه، مش عايز اقول كلمه مش حلوه يعني، وتصرفه في الموقع مش من منطلق ايثكس ولا من منطلق بتاع، لا من منطلق سلطه، ان هو يعني هو الاستشاري بقى، وفاكر ان دور الاستشاري ان هو يعني ايه، ان هو يعني يبقى يعني ان هو اجريسيف بس. يبقى اجريسيف وبس، وهو يعني سلطته مش من ثقته بنفسه او من طريق من ملكاته، لا. فمعلش معلش. طيب في اي اسئله ثانيه، في اي حاجه؟ أنا حابب أشكر حضرتك تاني يا دكتور بصورة شخصية، وبالنيابة عن كل الحاضرين يعني شكرا جزيلا لحضرتك، استمتعنا جدا بمحاضرتك واستمتعنا جدا بمحاضرة النهاردة، ونتمنى يعني مزيد إن شاء الله بإذن إن الله. شاء الله بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى، وبإذن الله يعني اللي جاي أحسن كمان إن شاء الله. وزي ما قلنا برضه، اللي عاوز يراجع اللي فات يبص عليه في البتاع، لأنها كل حاجة مرتبطة ببعضها. زي ما كنت بتكلم في الأورجنايزيشن بيهيفير اللي أول مرة أتكلم عليه النهاردة كعلم، وعلم هام جدا، وهو القائم عليه كل الحاجات اللي هي خاصة بالإيه؟ بالبيهيفير بتاع أي واحد، من وهو صغير خالص مش عارف ما بيبدأ لغاية ما يبقى رئيس وزراء يعني. إن شكرا شاء الله جزيلا لكم إن شاء جميعا، الله. بنشكر باشمهندس عمر، بنشكر باشمهندس محمود، بنشكر كل القائمين على إدارة هذا العمل وعلى إنجاحه بهذا الشكل.